طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة 9 والأخيرة من سلسلة الباحثين السودانيين، مبادرة الباحثين السودانيين بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، سلسلة دور المركز القومي للبحوث في نهضة السودان. اليوم اللقاء 9 ده بيحوي معهد التوثيق والمعلومات والإعلام العلمي، والحاجات دي ان شاء الله دكتور نصر الدين حسن احمد هو مدير معهد التوثيق والمعلومات والاعلام العلمي بالمركز القومي للبحوث. عنده دكتوراه في نظم المعلومات من اكاديميه السودان العلوم، ماجستير في نظم المعلومات من جامعه السودان، بكالوريوس مكتب الشرف في العلوم من جامعه السودان العلوم والتكنولوجيا. عنده العديد من المنشورات العلميه في المؤتمرات والمجلات العلميه والفوز بجوائز علميه في مؤتمرات. حاجه فيري انترستنج. احنا دايرين نعرف أكثر عن المعهد المهم جداً جداً، معهد التوثيق والمعلومات والإعلام العلمي. دي واحدة من الحاجات اللي إحنا مهتمين بها جداً جداً في مجموعة الباحثين السودانيين، اللي هي المسألة بتاعت الساينس كوميونيكيشن. فدكتور نصر الدين يتفضل جداً البرزنتيشن، وإن شاء الله إحنا يعني very excited إنه نعرف أكثر عن المعهد وعن الأدوار بتاعته. تفضل يا دكتور. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء خالص شكرنا للدكتور أنور ضفعلة، بيبذل مجهود يعني بيعتبره جبار في إظهار صورة المركز القومي للبحوث، وبنتقدم بخالص تعازينا بشهدائنا في غربنا الحبيب وشهداء الثورة المجيدة. ونحن في مركز القومي للبحوث رافعين شعار حلميه إن شاء الله في العهد الجديد. نحن يمكن مدر يا دوب لنا في زي 4-5 شهور. بالنسبة للمركز، مركز التوثيق والمعلومات والإعلام العلمي، هو مركز خدمي في الجانب الأساسي بالإضافة إلى الجانب البحثي، واللي حس حنعرف انه خدمي كيف من خلال العرض بتاعنا والحيشمل لي الاقسام والمعاهد المختلفه. بدا المركز عام 1974 بمكتبه صغيره، مكتبه صغيره كان بتحوي ضروب العلم المختلفه والمجالات المختلفه اللي فيها بتشمل المعاهد والمركز المختلفة، المعاهد والهيئات المختلفة من مركز القومي للبحوث بيجوا يطلبوا المعلومة خلال هذه المكتبة الصغيرة. وبعد ذلك يعني المركز كان لابد أن يبدأ يتطور وشمل في توثيق والبحوث. الآن المركز بيستخدم أحدث التقنيات في الاسترجاع ونشر المعلومات، وهو أحد مراكز الإيداع القانوني. يعني المركز في الجانب الأول هو اللي بيقدم الخدمات للـ different kind of user من باحثين وطلبة الجامعات ومتخذي قرار وطلبة الدراسات العليا اللي بيجوا يطلبوا المعلومة من مركز التوثيق والمعلومات. في الهيكل الجديدة تم ضم المركز التوثيق والمعلومات إلى هيئة نقل الإعلام العلمي، وده جاء مسمى مركز التوثيق والمعلومات والإعلام العلمي. هنا بتصل لنا الصورة بتاعتنا إن المركز من بدأ من زمن المجلس القومي للبحوث، اتطور كيف من مكتبة علمية صغيرة إلى مركز التوثيق القومي، ثم مركز التوثيق والمعلومات، وحاليا مركز التوثيق والمعلومات و الإعلام العلمي. طبعا المركز زمان كان يعتبر يسمى المجلس القومي للبحوث، وهو كان بيضم يحط مكتبة زي ما ذكرت لكم سلفا انه بيضم لنا مكتبة علمية صغيرة بتحوي ظروف المعلومة المختلفة اللي بيستفيدوا منها الباحثين المختلفين من المعاهد العليا. المركز بنقسم ليه لاثنين، عندي قسمين، عندي قسم التوثيق والمعلومات وقسم الإعلام
العلمي. ده التدرج اذا جينا للقسم الاول، ده التدرج بتاع قسم التوثيق والمعلومات اللي هو داخل مركز التوثيق والمعلومات والاعلام العلمي. عندي ثاني الاعلام العلمي القسم الثاني، وبرضه ده تدرج من هيئه نقل التغانى والاعلام العلمي والنشر العلمي الى هيئه النشر العلمي والترويج، ثم هيئه نقل التغانى والاعلام والنشر العلمي الى قسم الاعلام بمركز التوثيق والمعلومات والاعلام العلمي. تدرج برضه من البدايه، من كان مجلس كان هيئه نقل التغانى الى في الهيكل الجديد هو ضموا الاعلام العلمي الى مركز التوثيق والمعلومات، واخذ المسمى بمركز التوثيق والمعلومات والاعلام العلمي. طيب انا اخذت لك الثلاث نقاط الاساسيه اللي بيهدف لها مركز التوثيق والمعلومات، اللي هي بتشمل لي توثيق ونشر المعلومات عن البحوث والدراسات المنشوره والجاريه في السودان. نحن بنخصص معظم جهودنا في البحوث والدراسات في المعمولة داخل السودان بهدف الاستفادة منها من نتائجها، ويسمي لنا الكتب والمجلات والدوريات، ودي كلها عبارة عن الوحدات المختلفة الحسة حاجي في خلال العرض بتاعي بوريك انه الكلام ده لانه نمبر 1 دي الوحدات كيف بتشتغلها، انه كيف بتوسع وكيف بتنشر المعلومة، والبحوث الجارية دي كيف بيشتغلوها والانظمة بتاعتها. بالإضافة إلى النقطة الثانية اللي هي إبراز الأنشطة العلمية ومخرجات البحث العلمي بوسائط الإعلامية، وتوفير المنافس للعلماء والباحثين لعرض نتائج أبحاثهم. في السابق الحاجة دي والله كان اجتهادات يعني فردية من المدراء السابقين، كان يعني بيجتهدوا يعني اجتهاد برامج، بيعملوا صفحات في الفيسبوك زي دكتور عزت مرغني وغيرهم، بيحاولوا يصهروا صورة المركز باجتهاد فردي منه، يعني في حاجات كده كان بتدي هذا من دم، لكن المدراء السابقين في مركز توثيق المعلومات هنا كان بيحاولوا يحاولوا يصهروا صوره المركز. طيب الاستفاده القصوى من تقنيه المعلومات والاتصالات لتطوير البحوث خدمات المعلوماتيه من خلال توفيرها واتاحه مصادر المعلومات الداعمه للبحث العلمي. عندي قسم او وحده المكتبه الالكترونيه، دي هي الوحده اللي بتقدم الخدمه لـ different kind of user، للمستفيدين المختلفين اللي بيجوا للمركز للاستفاده من معلومات. دي الاهداف الاساسيه او الرئيسيه الممكن شامله قسم التوثيق والمعلومات والاعلام العلمي. طيب الهيكل الاداري لمركز التوثيق والمعلومات والإعلام العلمي بتكون لي في البداية من مدير مركز التوثيق والمعلومات، مركز التوثيق والمعلومات والإعلام العلمي بنقسم لي قلت لك لاثنين اللي هو قسم التوثيق والمعلومات وقسم الإعلام العلمي. طيب قسم التوثيق والمعلومات اللي هو بيحوي لي تحته وحدات، اللي هي وحدة التزويد، وحدة مكتبة السودان، ووحدة المكتبة العامة، وحدة المكتبة الإلكترونية، بالإضافة إلى وحدة التدريب. وحدة التزويد دي المسؤولة بتزويد المكتبة العامة ومكتبة السودان بجميع الوثائق والإصدارات من كتب مجلات عن طريق الإهداء أو التبادل أو عن طريق المعارض. طيب وحدة التزويد برضو بتزود المركز، مركز التوثيق والمعلومات، بالرسائل الجامعية، بالرسائل الجامعية، بالمؤتمرات، بالورش. كيف؟ يعني مركز عندنا يعني الأعضاء أو التقنيين الشغالين في وحدة التزويد بيشوفوا مثلا في غاد الصداقة نشروا لنا في مؤتمر عن أمراض سواء التغذية في الأطفال، بيمشي واحد من وحدة التزويد بيحضر المؤتمر وبيجيب لنا الأوراق تحت المؤتمر بنهايتها بالتوصيات. عندنا قاعدة السودان أو الحصة شغالين فيها المستودع الرقمي، بينزلوا فيها من خلال شغل المكتبات بيفهرسوا وبيصنفوا الوثيقة جايبينها حسب التخصص بتاعته وبينزلوها كمعلومة بتكون نازلة. بالإضافة إلى ذلك في الدراسات العليا أو الرسائل الجامعية برضو بيمشوا لعمادات الدراسات العليا بيجيبوا
معظم الدراسات الجارية أو اللي انتهت برضو بنزلوها عندنا كدراسات جارية عشان تخش في السجل. وحدة مكتبة السودان دي اللي بتقوم فيها المستودعات الرقمية وفيها التوثيق الآلي للوثائق المختلفة، هو اللي بيعمل التكشيف والفهرسة والتصنيف للوثيقة، بنزلوها عندهم في القواعد بتاعتهم المختلفة. نحن هنا بنشتغل في مثلا في مكتبة السودان عندنا نظامين اللي هو بيشتغلوا بنظام كوها. نظام كوها ده نظام متكامل للمكتبات، هو نظام معلومات آلي بيعتمد على الحاسب، بيحتوي على مجموعة من الأنظمة الفرعية اللي هي خاصة بالمكتبات من التزويت والإعارة والفهرسة والبحث المباشر. في نظام الدي سبيس وهو المستودع الرقمي اللي هو حسب خاشين هاشين به، وده طبعا نظام اوبن سورس بيتيح للمؤسسات على بناء بنية رقمية. هم حسب الان شغالين فيه لوكال، شغالين بينزلوا فيه الوثائق. ممكن ناس مكتبة السودان حسب بدوا بالرسائل الخاصة بناس او الباحثين بمركز القومي للباحثين، ما بالباحث المركز القومي للبحوث، ما للباحثين فقط، للتقنيين والاداريين والباحثين كلهم شغالين في الفهرسه والتصنيف للرسائل عشان ينزلوها في المستودع الرقمي وبعدها بنقدر نتيها. طبعا هو الملكيه الفكريه بتتيح لنا ان نطبع 25 او ننزل 25% من الرساله، ما ممكن ان الرساله ده حقوق اننا نمنع انه نرسل ان ننزل رساله كامله او الفول تكست. طيب وحده المكتبه العامه دي، المكتبه هي عندنا اكبر من اكبر المكتبات الضخمه في يمكن في على مستوى السودان، بتحويلين على كثير من الكتب العلميه المختلفه في جميع ضروب العلوم. وزي ما ذكرت عندنا ذكر اخواني السابقين من مدراء المعاهد المختلفين دي كلهم بيعتمدوا على المكتبة العامة والكتب اللي بنجيبها من خلال مكتبة التزويد. مكتبة التزويد برضو وحدة التزويد برضو بيشارك في المعارض المختلفة اللي بتغام داخليا ولا خارجيا، بيطلب من مدراء المعاهد انه يطلوا الكتب المحتاجين لها او اخر اصدارات الكتب اللي يكونوا محتاجين لها، وبيمشوا المعارض المختلفة داخليا او خارجيا وبزودوا بها المركز عشان يستفيد منها الباحثين. المكتبة الالكترونية هي مكتبة برضو متخصصة فيها قواعد بيانات حسب ممكن نذكرها لقدام، بيستفيدوا منها المستفيدين المختلفين اللي ذكرتهم من طلبة الجامعات والدراسات العليا و متخذي القرار رؤساء المؤسسات وغيره. وحدة التدريب هي الوحدة اللي بتساعد في زيادة كفاءة العاملين ليس في المركز القومي فحسب بل في المؤسسات الأخرى. يعني برضو نحن بنقيم دورات إقليمية ودورات داخلية في الأرشفة الإلكترونية في النظم الآلية للمكتبات. حسنا نحن موظف 90% من الإصاب بتاعي زي ما ذكرت لك في الأول هو مركز خدمي من تخصص المكتبات والمعلومات، ويا دوب أنا ممكن حولت المكتبة الإلكترونية في قبل 3 شهور إلى نظم خدمات ونظم المعلومات عشان ندخل لي المكتبة الإلكترونية وقوم ندخل ناس التقنية وندخل ناس الشبكات وغيره في الهيكل الجديد بتاع القسم. يعني الوحدة حسيت حولت لي وحدة نظم وخدمات المعلومات، يعني هسه غيرنا الوحدة إلى اسم ثاني عشان نقدر نستفيد من التخصصات الأخرى والعلم ماشي. يعني علم المكتبات هسه علم ذاته يتطور شديد، وحسه شغالين فيها الدي اس بيس وغيره من العلوم. يعني بدوا بالسي دي ايسيس كان شغالين بها في مكتبة السودان، هي اللي بنزلوا فيها جميع المعلومات الخاصة بالسودان، والشيء ده هسه تطور الوين ايسيس وغيره، حسا خشوا في الدي سبيس، هو برضه نظام متكامل في المكتبات الاوبن
سورس ممكن حسن ناس المركز شغالين فيه انه الوثائق الالكترونيه نحوله بالاسكان وغيره يحولوا الوثائق الورقيه الالكترونيه ويحفظوها في الحقول المختلفه الموجوده في برنامج الدي اس بي اس عشان يستفيدوا منها الباحثين. يا دوب يعني احنا نخش شايفك اهتماماتك كثيره دكتور انور في نظام انه كيف الاي ليرنينج والحاجات الكثير والعلم الماشي متطور وانتم ممكن في الاخر ما وصلوا اللي ممكن عرفتوه لكن احنا يا دوب بنتلمس الخطى في 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 العهد الجديد ده عشان نقدر نصل عشان نقدر نصل ونوصل المعلومه سريع. فنحن هنا هدفنا مركز التوصيل المعلومات انه نوصل المعلومه للباحث وللطالب وللمتخذ القرار وطلب الدراسات العليا بشعار معين انه تصلوا في الوقت المناسب وبالغدر المناسب انه نوصل للمعلومه في الوقت اللي دايروا فيه وبالغدر المناسب يعني ما يكون معلومه ناقصه او مبتوره. طيب عندي ثاني قسم الاعلام العلمي ده قسم برضه خدمي فيه وحده الاعلام العلمي وحده النشر العلمي والوحده الفنيه اللي هو ممكن ذكرتها اليوم في نمره 2 ابراز الانشطه العلميه ومخرجات البحث العلمي بالوسائط العلميه وتوفير المنافس للعلماء. طيب اذا لاحظت هنا الكادر الوظيفي بتاعي مركز التوثيق والمعلومات والاعلام العلمي انه 72% عندي من التقنيين بيبرز لك انه المركز خدمي والجميع شغال في الشغل الفني للوثيقه وتحويلها من ورقي لالكتروني. عندي نسبه 14% باحثين و7% من العمال بالاضافه الى الاداريين 6% 6% يعني 73 اللي هم 73 اللي هو عباره عن التقنيين العاملين في مركز توثيق المعلومات والاعلام العلمي 4% من باحثين و7% عاملين و6% من الكادر الاداري المساعد في اداره التوثيق. طيب المؤهلات العلميه اللي هي من فيها 11 دكتوراه و32 ماجستير وبكالوريوس 12 ودبلوم بسيط 6. معظم التخصصات هنا كلهم شغالين في يعني 90% زي ما ذكرت لك ناس مكتبات ومعلومات، احنا يا دوب بنتلمس الخطى في انه نخش فيها التقنيات، هسه كل الانظمه اللي بتجينا دي بيجوا ناس من برا من جامعه الخرطوم بنزل جامعه الوادي النيل في جامعات كثيره بتنزل لنا الانظمه الحديثه بتاعت المكتبات هو نظام كوها ودي اس بي اس وبيدربوا عليها ناسنا وحسا هم شغالين بالحمد لله بكل كفاءة في شغل الدي اس بيس وبدوا في شغل النسخ والاسكان للوثائق الخاصة زي ما ذكرت لك بالدراسات العليا لناس المركز القومي للبحوث اللي هو معظم الباحثين عندنا يعني المركز بيقوموا لازم يعملوا ايداع للرسائل بتاعتهم كلهم كل المعاهد الثمانية السبقوني كل ما يخلص دكتور ان كان اوت جاء برا السودان ولا جوا السودان لازم يودع الرساله بتاعته في مركز التوثيق المعلومات كشرط للترقيه يعني بياخذ مننا خلو طرف عشان نقدر نترقى عشان احنا نقدر نستطيع ننزل الانتاج الفكري بتاع الباحثين بتاعنا في المستودع الرقمي بتاعنا بتاع المركز القومي للبحوث يكون محفوظ عندنا. البكالوريوس بناخد حسا طبعا زي ما ذكرت لك مكتبات ومعلومات حسا بدينا في ناس التقنيه والشبكات والتخصصات بعدها بده يحضروا كلهم في مجال. طيب المشاريع عندنا مشاريع مستمره اللي هي داخله في شغل المركز التوثيق والمعلومات والاعلام العلمي اللي نسميها مشاريع مستمره اللي هي منها تطوير خدمات المكتبه الالكترونيه وتنميه وتطوير الاعلام العلمي بمركز القومي للبحوث وذاكره الانتاج العلمي السوداني اللي هي المستودع الرقمي اللي هو ممكن حسب شغالين فيه ناس مكتبه السودان وككل يعني الاقسام ككل هي اللي بتكون شغاله مع مكتبه السودان براك هو شغل جماعي او متكامل فيما بعد لانه في النهايه هي يشتغلوا شغل المستودع الرقمي ناس خدمات المكتبه
الإلكترونية بعد ما يترفع المستوى ده. خدمات المكتبة الإلكترونية هو التطوير، يعني احنا بنطور في 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 خدمات المكتبة الإلكترونية. بدينا من الكومباكت ديسك او السي دي روم، يعني احنا كان من اوائل الناس في مركز التوثيق والمعلومات اللي كان بيجينا الاغراس المدمجه من خارج السودان، من الامم المتحده، من الفاو، من دبليو اتش او، من منظمه الصحه العالميه. كان بيجينا اغراس مدمجه في مختلف التخصصات، يعني ناس كابي ديل المعلومات الزراعيه، وناس الانتاج الحيواني، وهكذا. الميد لاين ديل ناس الطب، ناس الأسنان، ناس البيض، ناس الأسنان، ناس المختبرات، كلهم تحت القرص المدمج الميد لاين. إيريك التربية، الناس التربية برضو بيجينا من منظمات خارج السودان، بيجينا الأغراس المدمجة. لكن معظم يعني المنظمات اللي كان شغالة في 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 الأغراس المدمجة وقفت، يعني وقفت طبعا بتكلفة الترحيل وتلف القرص المدمج وغيره، كلها حسا حاليا بقت أونلاين، يعني أصبحت يعني الكابي والاجريس وغيره دير كلهم بيجوا اونلاين على الانترنت وباشتراكات، باشتراكات انك بتشترك فيها وتقدم المعلومه. طيب مخرجات المشاريع المستمره، يعني المشاريع المستمره اللي شغالين فيها نحن في المركز عندنا مخرجات طلعت في شكل اصدارات ومجلات. مثلا عندنا مجلد العلوم، دي بيكتبوا فيها الباحثين من مختلف التخصصات دفعات الصين، بيقدموا فيها ابحاث مختلفه في من العلوم في البيطره والزراعه والصيدله والعلوم والبيئه وغيره، من جميع ضروب العلم والتصحر بتكون الباحثين بيبرزوا فيها مقالات يستفيدوا منها. واحنا بنقوم الاصدارات دي بنقوم نهديها لجهات مختلفه، جهات علميه، مؤسسات علميه من جامعات ومراكز بحثيه اخرى. عندنا مجله الباحث الصغير، واهتمامنا بالاطفال يعني اهتمام مميز، انه بنصدر لهم المعلومه بشغل مبسط وبسيط يقدر يصل لهم. يعني لاحظ انه بتعدي بدل بتواريخ قديمه من سنه 84 في مجله العلوم، دي بدات 84 ممكن وقفت. نحن حاليا ثاني بدينا فيها في منا 92 برضو، يعني 20 عدد من الامكانيات غير المشاكل والفنيه وغيره، لكن حسا نحن شغالين حاليا بنطلع في الاعداد، وحسا الاعداد دي يعني جاهزه في 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 الحاسب عندنا، وتراجعت وصممت. ممكن مجلة العلوم ومجلة الباحث الصغير كلها حسا جاهزة عندنا في عندنا في في التوثيق، يعني بس بعد ده العدد 23 ممكن جاهز، عدد 21 في مجلة العلوم جاهز. دي كلها مجلات علمية كمخرجات لإصدارات لمركز التوثيق والمعلومات. ثاني عندنا مجلد البحوث، دي مجلة علمية محكمة بيقدموا فيها الباحثين الأوراق بتاعهم، عندها لجنة بتاعت تحكيم معينة بيقدموا فيها الباحثين أوراقهم، والأوراق المقبولة كلها بتنزل في مجلد البحوث، برضو بتشمل جميع التخصصات المختلفة في يعني المركز عموم البحوث من زراعة وبيطرة وطب وصيدلة وبيئة وغيره كلهم بتشمله. عندنا الأصداء دي زي الصحيفة الدورية، يعني احنا بنطلع كل فترة بنطلع منها ما يحدث بالمركز. أصداء الأولى دي كان بتاعت المؤتمرات، يعني أثناء المؤتمر يكون غايم بنطلع مثلا اليوم الأول حدث فيه وكذا، اليوم الثاني وهكذا. حس اصداء اللي حطورناها انه بتطلع اللغات تحت المركز، لغات المدير العام، زيارات المدراء، اجتماعات المدراء، طورنا اصداء وحس هي في الطباعه العدد الاخير. عندنا سودان ساينس ابستراكت، ودي تم اصدار 34
عدد من المجلة، 8 بالدراسات باللغة العربية و26 دراسة باللغة الإنجليزية، دي برضو تشمل لي الأبحاث للباحثين السودانيين، ما لناس المركز بس، ممكن تشمل الباحثين خارج المركز من قسم التزويد، بيرسلوا بيمشوا زي ما ذكرت لك في بداية كلامي إنه بيمشوا بمختلف المؤسسات العلمية للدراسات العليا، قالوا الأوراق العلمية بيجيبوها وبينزلوها كأبستراكس، يعني ما بينزل فول تكست، يعني إحنا بنحتفظ بالفول تكست عندنا زي مثلا مكتبة السودان، عندنا مكتبة خاصة اسمها مكتبة السودان، ما المكتبة العامة، مكتبة السودان دي خاصة بالمعلومات الخاصة بالسودان فقط، خاصة بالسودان فقط أو الدراسات السودانية كقاعدة لوكال محلية. طيب سجل الأبحاث الجارية أو سجل أبحاث المركز الغامض للبحوث، أصدرنا منه عدد أول، وحس في عددين جاهزين، في عددين جاهزين، ده بيشمل الأبحاث اللي اتعملت للباحثين الباحثين المركز القومي للبحوث، أصدرنا عدد واحد سنة عام 1999، والآن في عددين يمكن جاهزين عندنا يتراجعوا ويتفهرسوا ويتصنفوا وغيره، ولكن جاهزين للطباعة. طيب كما ذكرت لك في الأول عندنا قسمين اللي هو قسم التوثيق والمعلومات وقسم الإعلام العلمي. طيب خدمات المعلومات، طيب المركز بيقدم شنو كمركز خدمي؟ يعني الباحث بقدم له شنو؟ لا 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 حصة صورة عندنا استمارة، الباحث أول ما يجي عشان نعرف هو داير شو بيبدأ الاستمارة، نعرف تخصصه وده وعنوان التايتل بتاعه شنو وغيره. إذا ما بقدر يستطيع استخدام القواعد المختلفة زي أجورا وكيناري، ونحن بيقعد معه المزول من قاعدة البيانات المختلفة بيقعد يساعده في السيرش. طيب الخدمات مختلفة عندنا في مركز التوثيق والمعلومات، زي البث الانتقائي للمعلومات، بنشوف اهتمامات الباحثين عندنا حسب شغالين فيها بالتخصص بتاعه وغيره حسب القاعدة اللي عندنا، بنشوف اهتمامه شنو، بنشيل بياناته بدون ما يطلبه، ممكن سرو ايميل نحن نرسل له اخر او المسجلات في التخصص بتاعه اللي هي نفس اللحاطة الجارية من خلال الاصدارات المختلفة، بالإضافة إلى تدريب العاملين على تقنيات الحاسوب، نحن بندرب العاملين الجدد على تقنيات الحاسوب المختلفة وعلى كيف أن يستخدموا النظم اللي ذكرتها لك في البداية، نظام كوها ونظام دي سبيس، أنه يقدروا ينزلوا فيه الوسائل المختلفة بعد فهرستها وتصنيفها، أنه كيف يتعاملوا مع الوسيغة الورقية وحولوها لإلكترونية عن طريق الإسكان وغيره من إجراءات فنية. تقديم خدمات المستودع اللي هو حسا حاليا شغالين فيه وبدوا فيه تقريبا أيام الثورة ووقفوا، بدينا فيه يعني جديد، المستودع الرقمي عندنا جديد كمشروع، وبدينا زي ما ذكرت لك إنه نبدأ في الخاصة الأوراق أو الأبحاث أو الرسائل الجامعية الخاصة به العاملين بالمركز القومي للبحوث. هسه احنا اشتغلنا بالعاملين بالمركز البحوث، ده حق بتاعنا انه ننزل اوراقهم، ورغم ذلك احنا بعد ما ناخذ الاذن منهم حاسه حاليا في البدايه بننزل زي ما ذكرت لي 25% من الرساله بتاعته، يعني قلنا ده حق ادبي وملكيه فكريه للباحث او التقني ولا غيره صاحب الرساله، هو الملكيه الفكريه بتاعته، ونحن ما بنقدر شنو ننزل الرسالة فول تكس كاملة يعني. طيب إدارة الموقع الإلكتروني للمركز، عندنا هنا فنيين أو تقنيين بيديروا موقع المركز بتاعنا، يقول بننزل فيه لسه يعني ما طورناه، يعني هادوب استلمنا لسه شغالين فيه في لجان وتطوير، وجبنا ناس حسا حاليا كمدعمين غروا لنا قراءات عن الموقع ونقاط الضعف بتاعته وغيره، لكن عندنا زملاء بتاعنا مصهرين للمركز بجهات تانية مصروا في الفيسبوك، ونشكر دكتور أنور النزاب
دي من الأشياء الجديدة يعني علينا في المركز، إنه المركز يظهر في بالصورة دي. المركز ده يا دوب يعني أنا في الفترة الأخيرة دي اشتغلنا في الإعلام، ويعني كتر خيرك دكتور رامي برضه اشتغلت معانا في الجانب الثاني سورة الميديا. الإعلام هسه استضفنا زي 3 أو 4 حلقات 5 حلقات عن المركز الرقمي البحث في المعاهد المختلفة، أبرزنا فيه جوانب المعهد. في اهتمام من الإدارة ومدارة المركز بالتوثيق والمعلومات والإعلام العلمي وبتطويره يعني في حس دعم لأننا نطور يعني حتى المكتبة بتاعتنا في الإنشاء والتطوير والتجديد. البحث في قواعد البيانات المختلفة، عندنا عدة قواعد بيانات. الباحث من يجي قسم المكتبة الإلكترونية يتوحوها له أفراد القسم إنه يطلع على القواعد المختلفة للبيانات من هيراري وأجورا وأوري والقواعد المختلفة اللي ممكن يلقى فيها المعلومة بتاعته بكل سهولة. يساعدوه برضو لأنه في كثير من الباحثين وكثير من المستفيدين بمختلف أنواعهم متخذي قرار و طلبة الجامعات ما بيقدر إنه يعمل الاستراتيجية البحث. استراتيجية البحث ده علم براو إنك كيف تضع استراتيجية معينة عشان تقدر تصل للمعلومة بتاعتك بسهولة. المنطقة البولينية للبحث آن أور حاجات كثيرة يعني في جوجل إذا لاحظت لها بيدوك لها في الأدفانس سيرش إنك كيف تحصل على المعلومة سريع. دايما هم في ناس كتار بس بينزلوا لك المعلومة وبيفقد. بيفقد انه يلقى المعلومه من خلال انه وضع الاستراتيجيه بتاعته خطا، انه يقدر خطا يعني داير بيكون طالب ان احنا هنا ممكن نخلي سرو اوسر بس نلقى له المعلومه بتاعته من خلال تايتل تلقى له المعلومه بتاعته وهكذا، داير كتاب بنعمل له داونلود وهكذا. احنا في مركز التوثيق والمعلومه بالاضافه الى ذلك احنا حاسه طورنا يعني عندنا في بالنا عده اقسام ووحدات جديده، منها الوحدات الاستثماريه يعني منها الترجمه والاس بي اس وطباعه البحوث ذاتها انه خديناها يبان في المرحله الجايه نحن نقدر نسوي الاشياء دي. طيب الاعلام، قسم الاعلام العلمي ونفذ عده انشطه. الانشطه التغطيه الإعلامي بغطي الإعلام عندنا جميع الأنشطة المختلفة اللي بيقوم بيها المركز القومي للبحوث أجرر في جميع معاهده، كان في دورات في مؤتمرات في لقاءات في اجتماعات بغطيها الإعلام العلمي، وآخر لقاء يمكن حسه كان مع وزارة الصناعة مع السيد وزير الصناعة عباس مدني في إنه كيف كم غطته الإعلام بصورة مباشرة في إنشاء مصنع خميرة في 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 السودان، وحسب يمكن اللجان شغالة فيه ويتبرز في الإعلام وفي في في البلاد المختلفة في في السودان في الوسائط الإعلامية المختلفة. بنظم برضو قسم الإعلام العلمي ورش عمل ومحاضرات كويس ومنتديات علمية. المنتديات العلمية دي خاصة بالمعاهد يعني احنا ممكن في الاعلام العلمي بيدوا اي معهد فرصه او في خلال السنه انه يعمل منتدى علمي يبرز اهم ما قام به مثلا خلال 6 شهور ولا 3 شهور. 3 شهور كله 3 شهور يكون عندنا معهد ولا جسي معهد بيقدم لنا منتدى علمي مثلا طب المناطق الحاره بيقدم عن البولهارسيا ناس البيئه السماد العقدين ناس النباتات الطبية وهكذا التغانة كلهم بيبرزوا لنا الأنشطة والمشاريع بتاعتهم بيبرزوها للخارج. يعني نحن بندعو الصحف والوسائط المتعددة من تلفزيون وإذاعة وصحف غير مختلفة بندعوها إنه تحضر المنتدى وبعدين يتم بس يعني ثاني يوم بيكون مبثوثة في الجهات المختلفة للإعلام. بالإضافة إلى ذلك قسم الإعلام بيعمل لنا دورات تدريبية في أنشطة تدريبية داخلياً لناس وخارجياً يعني ممكن يودي ناس برضو دورات تدريبية خارج المركز
ولا داخل المركز أو خارج السودان حسب ما هو متاح في أقسام الإعلام المختلفة من أخبار وتحليل وغيره من الشغل الفني بتاع الإعلام. برضو بنظم لها الورش والمحاضرات المختلفة في المجال الإعلام. طيب نشوف الخدمات المجتمعية لمركز التوثيق والمعلومات والإعلام. طيب نحن قمنا بإعداد كثير من الدورات التدريبية في مركز التوثيق والمعلومات خاصة بالأرشفة الإلكترونية والحاسوب ونظم المعلومات. يمكن حسا نحن آخر إحصائية من نهاية السنة الفاتت حسا بالنسبة للظروف الصحية ممكن ما غيرنا دورة تدريبية. يعني لا حسا للستة شهور لكن العالم كله ما نحن بس كله واقف دورات تدريبية حتى كان بدت وقفت الجامعات واقفة كله بنظم الكورونا وكوفايد. طيب غيرنا دورات حوالي 10,000 مدرب من مؤسسات مختلفة بنجي ندرب بنقيم دورات داخلية لناس المركز وخارجية للمؤسسات من جامعات وزارات وغيره بندربهم على المجالات المختلفة في التدريب زي المكتبات والأرشفة الإلكترونية والحاسوب ونظم المعلومات. برضو ناسنا هنا بيقيموا دورات بيستدعوهم بيمشي دورات تانية خارج المركز يمكن بيقيم دورات في الإنمائية هنا في جامعة الخرطوم أدفانس يمكن حسنا قبل فترة قمنا أدفانس إنترنت في الإنمائية في جامعة الخرطوم ودي بيكون فيها مؤسسات برضو من خارج يعني الناس بيدربوا هنا عن أوت في مؤسسات تانية بيستدعون يدربوا ناس زي ما نحن بنستدعي ناس من جامعة وادي النيل جامعة الخرطوم وغيرهم بيجوا يدربوا لنا ناسنا هنا حسب المهارات المتفاوتة بين الأفراد. بالإضافة إلى ذلك أن الدراسات العليا تم الإشراف على 15 طالب دكتوراه و19 طالب ماجستير دي كلها إحصائية بتاعت سنة 2019 من قبل الباحثين في مجال المكتبات والمعلومات في الجامعة. يعني هنا عندنا الدكتور الإحصائية بتاعت الدكاترة اللي عندنا في التوثيق والمعلومات أشرفوا على عدد من الطلاب منهم 15 و 19 ماجستير و 15 طالب دكتورة. طيب بالنسبة لطلاب البكالوريوس بيجونا هنا طلاب أنواع مختلفة من الطلاب من الطلاب السنة النهائية جامعة بحري جامعة الجزيرة في الحصحيسة وجامعة الأزهري بيجونا طلاب بياخذوا دورة تدريب إما الناس السنوات الأخيرة بيجوا يدون زي about one month شهر يتدربوا فيه على الأقسام المختلفة عندنا وبياخذوا شهادتهم ويمشوا فيه طلاب بيجونا بيقضوا خدمة الخدمة الوطنية يعني الناس طلاب المكتبات والمعلومات لما يجوا يقضوا الخدمة الوطنية بيجونا هنا في مركز التوثيق والمعلومات اللي هو بياخذ سنة للعمليات الفنية والتطبيقات المختلفة ليه للحاسوب في المركز في تدريب طويل وتدريب قصير المدى إذا حسبناه غرابة 5,000 الآن من طلبة الجامعات ممكن دربناه من كلود طلاب الخدمة الوطنية وفي بيكون عندنا برضو بار تايمر بيكون عندنا متعاونين بيتدربوا لنا على بيشتغلوا معنا بيتدربوا بيكونوا معنا الفترات طويلة في المركز بيساعدوا الكوادر الثانية. الخدمات الاستشارية اللي شاركوا كثير بيشاركوا كوادرنا هنا في المركز من باحثين وتقنيين في اللجان المختلفة الاستشارية المحلية والدولية في مجال المكتبات والمعلومات والإعلام. يعني في لجان كثيرة في الأيام بتاعت على ما أذكر بتاعت كوادر اللجان المختلفة اللي مختصوا بها في اللجان الاستشارية المحلية والدولية المختلفة في مجال المكتوبات والإعلام اللي بيخشوا فيها كاستشاريين في مختلف الجامعات الأخرى. طيب نيجي لقواعد البيانات المتاحة لنا هسه ومتاح لنا شنو في داخل بالمكتبة الإلكترونية.
الاشياء المتاحه لي في القواعد اللي هي مثلا كابو بستراد وري وهناري وهناري وكابو بستراد وري هنا مكرره واردي. دي قواعد بيانات، دي مثلا ريسيرش فور لايف اللي هي دي كولكتيف لوري وكاب وهناري، دي منظمه بتاعت الامم المتحده دي بتحلين القواعد البيانات دي في قواعد بيدوا المؤسسة العلمية في مختلف أنحاء السودان اليوزر نيم والباس ويرد، بيدوك الباس ويرد ودي بتحليك الفول تكست، يعني فيها مجلات علمية عندها امباك فاكتر عالي اللي هي لكن بتخش لها بصورة معينة. كثير من الباحثين ما بيقدروا يستخدموا القواعد المعينة، يعني الأوريدي لناس أبحاث سلبية والكاب استراك ناس الزراعة والبيطرة والإنتاج الحيواني، هناري دي لناس العلوم الطبية الأسنان والمختبرات، بالإضافة لأردي دي للعلوم والتكنولوجيا المختلفة دي بتاع الويبو. دي الداتا باستراك الداتا بيس اللي عندنا متوفر عندنا في مركز التوثيق والمعلومات، بالإضافة اللوكال داتا بيس دي ممكن نعتبرها انترناشونال داتا بيس، قواعد عالميه بيستخدموها الباحثين. عندنا اللوكال داتا بيس دي قواعد الخاصه بالسودان اللي هو الان شغالين فيها زي ما ذكرت لكم في كمستودع رقمي عندنا في قسم مكتب وحده السودان، مكتب السودان انه شغالين بينزلوا فيه الاوراق المختلفه والدراسات العليا وأوراق المؤتمرات وغيره في خاصة بالباحثين العاملين المركز القومي للبحوث. طيب الشراكات والتعاون المحلي، عندنا جهات محلية عندنا شراكات وتعاون مختلف من الجامعات المختلفة، عندنا تعاون مع جامعة الخرطوم وجامعة وادي النيل وجامعة بحري في الاستشارات المختلفة، نحن بنساهم معانا وبيساهموا معانا في الدورات التدريبية والتبادل والإيداع والإهداء كله في الجامعات المختلفة. وسائل الإعلام جميعا كان مغروعة ولا مسموعة، التلفزيون الراديو وغيره والصحف، عندنا شراكات مع كثير منها، اتحاد الجامعات السودانية، مؤسسات المعلومات والجمعيات المهنية زي جمعية السودانية المكتبات والمعلومات من خلال الدورات التدريبية والمؤتمرات، المؤتمرات بقيمة الجمعية داخل السودان أو بقيمة المركز في التخصص طبعا، لأنه كلها جمعيات خاصة بالمكتبات والمعلومات. طبعا الجهات العالمية، الفهرس العربي الموحد في المملكة العربية السعودية اللي هو بيدرب لنا ناسنا على استخدام انه كيف يصنفوا كيف يفهرسوا الوثيقه، وعنده دليل بحدثه يعني تدريب دوري في مجال الفهرسه. الشبكه الدوليه للمعلومات الزراعيه اللي هم بيمدونا به الدوريات في التخصص، و كم او سي دي روما المختلفه، منظمه الصحه العالميه دبليو اتش او والاتحادات المهنية. طيب الانتاج العلمي للكادر، يعني احنا ناسنا هنا برضو بيشاركوا في المؤتمرات المختلفة، المؤتمرات المختلفة في التخصص، في مؤتمر سنوي للاتحاد العربي للمكتبات المعلومات، في الإدارة الإلكترونية بيكتبوا يعني في وغيره في المؤتمرات، جميع المنتسبين لمركز التوثيق والمعلومات بيكتبوا فيه من دكاترة ومن باحثين وتقنيين. الأوراق المنشورة في المجلات برضو 25، المقالات العلمية في الكتب والنشرات. النسب الضئيلة في لأنه المركز كان مركز خدم، الناس كلهم بيميلوا للشغل الفني بالباحثين بتاعينهم، يعني الباحث ما بيقعد انه خلاص ده يقعد لورقة علمية ولا بحث ولا، كلهم بيشتغلوا الشغل الفني في 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 المركز. بجانب ده كنا برضه بيشاركوا في كتابة الأوراق العلمية، ومركز خدمي بالجانب الأول وبحث في الجانب
الثاني بحثي بيكون حس يعني بدوا يكتبوا فيه المشاريع المشاريع المختلفة بتقدم لوزارة التعليم العالي بصورة جديدة ليه. طيب في الآخر كده دي يمكن النموذج لإصدارات أو الأشياء قدمها مركز التوثيق والمعلومات من إصدارات من مجلة البحوث مجلة العلوم وسجل أبحاث المركز هم البحوث اللي هو خاص بالعامل الباحثين بالمركز هم البحوث بينزلوا فيه الأبحاث بيانك باستراق ويكون عندهم الكل تكست السجل القومي للبحوث الجارية. برضو عندنا قسم التزويد بيمشي عمادات الدراسات العليا بيشوف البحوث الجارية بيشيل منها التايتل والعنوان وخطة البحث وبيمشي يتابع يعني الدراسة وصلت وين كله فترة زمنية محددة للبحث مجلة العلوم ومجلة البحوث والبحث الصغير والمستخلصات العلمية والفهرس الموحد للدوريات. وشكرا لحسن استماعكم دكتور انور جميع المشاهدين. يمكن نبذة عن مركز التوثيق والمعلومات في مركز القومي للبحوث. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور نصر الدين على العرض الممتاز جدا ويديك الصحه والعافيه. ريان بس ممكن ترجع لي سلايد القبوله قبلي. وشكرا لحسن استماعكم دي. قبل الأخيرة بس. الشجرة. هاي. طيب مجلة العلوم سجل أبحاث مركز القومي للبحوث السجل القومي للبحوث التجارية الفهرس الواحد دوريات مجلة المستخلصات العلمية السودانية ومجلة الباحث الصغير دي كلها ومجلة البحوث ده دي كلها حاجات شغالة موجودة يعني اكسسبل للناس الناس ممكن تصلها. ايوه هسه دي موجودة دكتور انور لكن هسه ورقية وجزء يعني كان داير مثلا اكزامبل مجلة كله ورقي هسه مجلة العلوم مجلة البحوث هسه شغالين فيها دوب دكتور انور في انه نحولها للمستودع بتاعنا بتاع المعلومات. فترة الوقت كلها كان موجودة ورقية يلا حاصل للمركز القومي قبل ما تطبع ورقيا ما بتكون في شكل الكتروني برضو عشان تطبع الكتروني. ايوه هي موجوده الكتروني لكن ما ترفعت في قاعده يعني مش اشتغلوها لكن بشنو ايوه ما ترفعت ليه لانه في سؤال بيجي طوالي يتبادر للذهن يعني اذا كان كل الحاجات دي موجوده ليه الطلاب لحد الان وحتى الباحثين يعني بيجوا بيسالوا يا اخي داير ليه والله يا اخي مرجع في الموضوع الفلاني في حاجات من صميم عمل المركز القومي للبحوث والمراكز والهيئات التابعه له ليه الناس ما قدرت تصل للمعلومه لو كل الانتاج العلمي ده موثق وموجود عندنا؟ والله يا دكتور انور بوريك حاجه عندنا القسم بتاع خدمات متاح المعلومات دي كلها عندنا متوفره هو الشكي انا لاحظتها من خلال الموقع او الصفحه بتاعتنا في سودانيس ريسيرشر انه بيشكروا وحده البحوث يعني بعض المرات بيستغرب وبرد انه ما بيقدر يوصلوا لاحظت انت الحاجه دي دكتور من خلال سؤالك ده لكن الحاجات دي عندنا متاحه والله المعلومات لجميع التخصصات اي لكن اعلاميا احنا بناخذ معلومات كثيره جدا من مراكز البحوث وجامعات وكده اجنبيه ما بنعرف فيها زول ولا بنعرف حتتها يعني فيزيائيه موجوده وين. لكن بنكتب في جوجل ده ولا بنكتب في اي جوجل سكولر غيره بتجيك انت العناوين بتجيك المستخلصات ولو كمان اوبن اكسس بتجيك البي دي اف البي دي اف بتاع الحاجه وبتصل لها. ليه احنا في حاله الحاله بتاعتنا السودانيه الا تمشي للزول وتسال وتكون بتعرفه كده يعني ليه الحاجات ما موجوده بابليكلي؟ نحن هسي المبادره بتاعت الباحثين السودانيين دي بدات في 2009 اساس البدايه بتاعتها كان سؤال وين هم الباحثين السودانيين وين البحوث بتاعتهم؟ اذا كان الحاجات دي موجوده ما اظن كان السؤال ده بيتبادر لذهن زول عشان يكون يبادر بانه يعمل له مجموعه بتاعت فيسبوك والناس يشتغل فيها يعني بصوره تطوعيه لفتره طويله. اذا كان ده صميم عمل زول
موجود مركز بتاع توسيع مثلا، هل يعني الحاجات دي لو اشتغلت هسه، يعني احنا نقول مش نقفل مجموعه البحثيه، ده الهدف الاساسي بتاعنا كان بالمناسبه انه نوثق البحوث والباحثين، انه والله يا اخي الاندكس كله موجود كل الحاجات، نقدر نقيس البصمه بتاعتنا نحن والانتاج العلمي بتاعنا ومساهمتنا للعالم في مجال العلم والبحث وكده. هل الحاجات دي تشير داسي لو اكتملت كده؟ نحن نقفل المجموعه مطمئنين. يلا الحاجه دي حاسه مشكلتنا انه كيف نرفع الحاجات دي، يعني سؤالك انه كيف تتعرف خارجية. هسه هي ما كلها عندنا في قواعدنا هنا داخل المركز القومي للبحوث، والحاجه دي هو اللي ساعدها نحن دكتور انور في الفتره الجامعة خلال المستوى ده، رغم انه كنت متاحه تكون متاحه في الخارج، يعني الحاجات الامكانيات لعبت دور اساسي. طيب المستودع الرقمي ده عشان يحصل، هل أسي التمويل بتاعه كامل؟ هل الخطه الفيجن والميشن والحاجات بتاعته مكتمله؟ هل الويب سايت بتاعه بالاي بي ادريس جاهز ولا بس مجرد فكره؟ لانه احنا بنتكلم على 2020 وبتكلم على حكومه جديده وبتكلم على رؤى جديده وكده، هل الحاجه دي اون جوينج، مشروع شغال هسه وعنده مواعيد ديدلاين ولا بس مجرد فكره؟ لانه الكلام ده مهم جدا. انا اكون معك واضح، هسه مجرد الفكره، يعني احنا بالضبط هسه مجرد الفكره، وساعدني انه نحن الحاجات دي كلها نوصلها بنهايه 2020 ان شاء الله نكون الحاجات دي اترفعت ووصلت المعلومه زي ما انت بتقول. اكيد المستودع الرقمي ما اظن بيتعامل في باقي السنه دي، هسه احنا في شهر 7، يعني لو معي خلال وقفنا زي ما قلت لك صح وقفنا، لكن برضه الحاجه الثانيه اللي انت اشرت لها انه يعني الشغل توقف في العالم كله بسبب الجائحه وكده، الشغل ما توقف في مجال التعليم والبحث العلمي تحديدا الا عندنا في السودان، الناس قفلت الحاجات ومشت رقدت في بيوتها يعني. ودي حاجه كان غريبه، لانه يعني المطلوب منهم يساعدوا في تقصير فتره الوقوف الحياه هم الباحثين والمعلمين وكده، يعني الحاجه الوحيده المتقي فيها هو التعليم والبحث العلمي والخدمات الاساسيه زي الاكل والشراب، فديل وقفوا. اها ما في حاجه بتخلي انه مثلا الدوريات والحاجات بتاعتنا الموجوده زمان ما تكون اكسسبل للناس الوقت ده، يعني مثلا النباتات العطريه والطبيه دي حته مهمه جدا بالنسبه للناس، الطب بتاع المناطق الحاره، يعني البحوث اللي اتعملت سابقا كونها تكون اكسسبل للناس بتساعد في انه نعرف احنا وضعنا وين، كيف احنا ممكن نمشي لقدام لو في زول عنده اي فكره بحثيه. الحاجه دي ما موجوده كانت. هل في خطه منكم هسه حاليا؟ لانه والله الحاجات دي لو حصلت جائحه بكره ثاني ممكن يصير فيروس. هل في خطه لانه الكلام ده ما يقف؟ والله يا دكتور انور انت عارف وضع السودان، الناس يقول لا قفلوا خلاص بيقفل مكاتب ويمشي، لكن نحن حاسه يمكن زي ما نعمل تعليمات دوله 50% 50% ال 50 بقدر ال 50% الموجودين بيجوا تقدروا يشتغلهم في شغل المستودع الرقمي شغالين فيه حاسه هذا بحسب. طيب اديك سؤال ثاني عشان اسهل عليك المساله، هل بتفتكر انه مركز التوثيق والمعلومات والاعلام العلمي، يا اخوانا دي ثلاثه حاجات كبار جدا، توثيق عندك بهناك في دار الوثائق القومية صح؟ ايوه اللي هو شريكنا طوال. دار الوثائق دي المفروض انها كل الحاجات اللي بتعملوا انتوا عندها منها كوبي صح؟ ايوه تمام. المعلومات في مراكز بتاعت معلومات في كل ولاية في السودان كلها تابعة للمركز القومي للمعلومات. ايوه كده؟ الاعلام العلمي عندنا وزارة كاملة بتاعت اعلام والاجهزة بتاعته كده. هل في ضروره لوجود المركز ذاته بتاع التوثيق والمعلومات والاعلام العلمي في ظل وجود اجهزه ثانيه، ولا هل ده مفترض انه يقوم بشغل كبير جدا ما قايم به حاليا، بالتالي يبقى انه والله محتاجين نفير فيه ننفضه كده لانه شغله مهم جدا جدا؟ يا واحد ايذر اور يا مركز التوثيق مع مركز تخصصي، يعني مركز لجهه بحثيه، انا اكثر شيء مجال العلمي البحثي، حتى الكوادر بتاعته الفي ومجال كلها تخصصيه في مجال ما كان لاحظتها. نحن ما مركز اداره الوثائق جميعا، لا نحن مركز مهتم بالجانب العلمي التخصصي فقط، يعني ما بشغل وزاره الاعلام ولا دار الوثائق ولا غيره، نحن مهتم بجهه تخصصيه بحثيه وانتاج فكري معين بحثي.
يعني شغل بتاع بحوث ومعلومات علمية يعني حتة معينة. على الشيء يعني احنا الفكره يعني انا اللي جيتها من كلامك انه كيف نحن ننقل الكلام ده عشان يصل لليو ديفرنت يوزر برا قبل ما عشان ما يجونا حتى الجامعات السودانيه يعني الجامعات والكليات والمعاهد الموجوده داخل السودان يعني الزول في كسله بالمناسبه بيكون عنده صعوبه في انه يوصل معلومه من المركز القومي للبحوث ولا جامعه خرطوم اسهل له يلقى معلومه من اي دوله ثانيه برا السودان مما يلقى معلومه من داخل السودان لانه ما في قواعد البيانات ما في الاكسسبيليتي ما في حتى الرؤيه بتاعت الاوبننس بتاعت انه انا وخانا عملت البحث ده اول حاجه دي الرو داتا دي البيانات اللي انا استخدمتها ممكن تعيد استخدامها ثاني ثاني حاجه دي النتائج اللي وصلت لها دي الميثودولوجي بتاعتي انتوا ممكن تعملوا ريبليكيشن للبحث ده بتاعي تتاكدوا انه فعلا النتائج اللي وصلت لها دي نتائج فاليد الكلام ده كله ما موجود يعني كل واحد فينا قاعد في جزيرة معزولة وكل جهة في السودان الجهات الحكومية كل زول بحاول يعمل إعلام وبراو فأنت بتستغرب في إنه يا أخوانا دي ما حكومة واحدة يعني ليه يكون في ميزانية بتاعت إعلام هنا وإعلام هنا وإعلام هنا وكل الناس بتشتكي نفس الشكية من إنه الله يخلينا إحنا مظلومين في الإعلام لاحظت المسألة دي؟ صح فكدينا دي يا بروف عزت بروف عزت السلام عليكم. السلام يا هلا ومرحبا. الله يبارك ونهاركم سعيد. طبعا احنا صباحنا سعيد وجاي. كيف الاخبار؟ هي الواحد يعني سعيد جدا يعني انه يعني ولدنا نصر الدين افتكره يعني زي ما بتقول له اخوتنا بروف رفاء ولده لانه يعني اشتغل تحت كنفه وتعلم الشغل بتاع التوثيق والمعلومات الحقيقه يعني الواحد يحيي العاملين في المركز التوثيق والمعلومات وحقيقة أخونا دكتور أنور لإبراز يعني دور المركز القومي للبحوث لحلقة الأخيرة وكذا مركز التوثيق والمعلومات يعني الواحد يعني سعيد جدا أنا انضميت له لدورتين كنت الحقيقة جاي من معهد الأبحاث البيئة وجيت يعني مدير حقيقة ما بمعنى المدير لأنه أنا تعلمت منهم الكثير يعني يمكن بس كنت يعني دخلت في المجال بتاع المعلومات ده ولقيت قدامي يعني أساطين التوثيق والمعلومات أمثال ناستيسيل ويسلي وبصمات في مركز لقيت دكتورة رفاء سابقة بروفيسور ودكتورة نجاة في مجال الملخصات العلمية السودانية والدكتورة نادية وأخونا الدكتور نصر الدين اللي هو الحقيقة كان لسه جديد في المركز لكن بعد ذاك يعني مشي تمام والحمد لله الواحد سعيد جدا إنه هو بقى المدير وده يعني ده تطوير كبير جدا للمركز التوثيق والمعلومات. مركز التوثيق والمعلومات طبعا زي ما ذكر نصر الدين في عرضه الممتاز جدا للمركز التوثيق والمعلومات واللي هي والإعلام العلمي والإعلام العلمي طبعاً ده انضم عليه قريب بعد ما تم إدماج بعض المعاهد والمراكز مع بعضها ويعني صاروا كتلة واحدة ويمكن يعني دورين يعني لمعلومات وتوثيق في مكان واحد بكوادر ممتازة جداً اللي هي عشان تبرز أعمال ويعني الأشياء الخاصة بالتوثيق والمعلومات وإتاحة الفرصة ل الباحثين السودانيين وغيرهم من يخشوا في حكاية المستخلصات العلمية السودانية وغيرها من ضروب المكتبات. الحقيقة المستخلصات العلمية السودانية دي أنا كنت أكثر ما يعجبني فيها إنها هي يعني عندها انتشار كبير لكن ما انتشار إلكتروني انتشار يعني ورقي عندهم كان يعني الناس كلاينتس بيجوا طوالي كل فترة أخرى بيجوا ياخذوا المجلات دي مثال مكتبة الكونغرس يعني بتجي تشيل الأعداد المختلفة بتاعت المستخلصات العلمية السودانية وعندهم ريبريزنتيف بيجينا كان كل فترة بيجي بياخد الأعداد وكده بيجوا ناس مكتبة الإسكندرية بيجوا العاملين بعد ذلك بالإهداء بتمشي للناس كثيرة الحقيقة ما انتشرت ليه زي ما ذكر دكتور أنور وتساءله إنه طبعا كان يفترض إنها تترفع بصورة إلكترونية وتكون متاحة في السايبر والناس تخش عليها وتأخذ المعلومات الموجودة فيها حاولنا مع مكتبة الإسكندرية وحاولنا مع بعض الجهات الإلكترونية المختلفة
بس كان بإعتراضتنا المشكلة بتاعت يعني السودان ووضعه الإلكتروني وكانت التجارة الإلكترونية دي ما متاحة في السودان، فيمكن الناس ما مشت كثير في الحتة بتاعت إنه تتيح المعلومة كيف، وهل الزول حيخش للقواعد البيانية بتاعت المركز وحمايتها وكده. في الحقيقة يعني كان مشروع كبير جدا لكن ما مشى لقدام، لأنه يعني يمكن السانكشنز المفروضة على السودان وإلكترونيا يعني ما عندنا طريقة لحكاية التجارة الإلكترونية وبتاع، عشان كده ما قدرنا مشينا في الاتجاه ده كثير. لكن يعني الواحد يحيي الباحثين في والفنيين في مركز التوثيق والمعلومات في إتاحتهم للمعلومة، ويمكن إتاحتهم للمعلومة بيتم بعدة يعني أمثلة ذكرها الأخ نصر الدين. واحدة من الأمثلة اللي هي يمكن ما ذكرت عرضا اللي هو كان بيدي الكليرنس للطلبة بتاع الدراسات العليا، يعني أي طالب بتاع دراسات عليا بيجيب الموضوع اللي هو داري يشتغل فيه وبيديه للفنيين عندنا أو الباحثين في مركز التوثيق والمعلومات عشان يشوفوا إلى أي مدى الناس يشتغلوا في الموضوع ده على أساس إنه يفيدوه، هل الموضوع ده طرق من قبل ولا لا. إذا ما طرق طبعا ده بيدوه كليرنس في إنه بعد ذاك يستمر في إجراءات تسجيله لماجستير أو لدكتوراه وغيره. إذا طرق بيوروه يعني إلى أي مدى طرق في اتجاهات على أساس إنه ذاته تفيده، يعني ممكن يبدأ من المكان ما وقفوا الناس أو يعني يستشهد بأشياء يا بروف عيسى خلينا بس الداخل الحتة دي. نعم الكلام ده لكن يعني تاريخي، يعني زمان كان فعلا الزول حرفيا المفروض يمشي لمكان ويتاكد انه عنوان البحث ده ولا محتواه ما تم طرقه. ده زمان، احنا في 2020 في كميه بتاعت قواعد يعني اوبن اكسس الى اخره. مكتبه الكونجرس اللي ذكرتها انت، المكتبه دي والله يا اخي اسم الرنان ده، لانه قاعد تجي للناس بتقول لهم اخوانا وين حاجاتكم، للناس بتجي للناس اللي ما بيخطوا حاجاتهم برا. الحته دي مهمه جدا جدا. انت لو خطيت حاجتك المكتب بتاع الكونجرس ولا جوجل ولا غيرهم عندهم كراولرز، عندهم ايجنتس بتمشي براها بتلقط حاجاتهم الاندكس حسب الميتا داتا والتاكس اللي انت خدتها في الويب سايت بتاعك وبتعمل لها اندكسنج طوالي معاهم. انت لازم توفر المعلومه مش الناس يجوك يطلبوا منك المعلومه. فالحاجه دي مهمه جدا جدا نعرف انه في شيفت في المايند سيت من الزمان الابروش الزمان للابروش الجديد. هل الحاجه دي موجوده؟ ده الكلام الاهم اللي الناس نسمعه صراحه. تفضل يا برو نصر الدين. والله هي يعني هي طبعا انت بتوفرها في قاعده بيانات، بتوفرها هارد كوبي يعني بتكون متاحه للي عاوزها. بس هي يمكن اللي عاوزها ده هي دي المشكله انه ما انتشرت. يعني يا بروف لو بقت هارد كوبي دي مكتبه، لو سوفت كوبي دي تبقى قاعده بيانات. أنا إحنا المشكلة بتاعتنا الأساسية قلت لك إحنا أول سؤال سألناه 28/12/2009 إنه أخوانا وين هو الباحثين السودانيين؟ وين بحوثهم؟ وبعدين المجموعة بتاعت الفيسبوك بتاعت الباحثين السودانيين. نعم لكن نعم. صدقني إنه السؤال بتاعنا ده فاليد لحد اللحظة دي إلا لو كان في والله أبروتش واضح وخطة واضحة وميزانية متوفرة وإرادة وباكينج من مانجمنت والجفرمنت والى اخره. نعم لانه نمشي لقدام. احنا بس دايرين انه اللي قاده ما يمر ونحن نتكلم كلام سامح ونطبطب على زي ما يقولوا اكتاف بعض والامور كلها طيبه وبتاع ونفضل في نفس المشكله بتاعتنا. لو في مشكله اخرنا ناقشها بكل صراحه ووضوح نشوف وين وكيف ممكن ندعم. احنا عندنا مجتمع تاع باحثين كبير جدا جدا. نعم نعم انا افتكر قاعده نعم. البيانات بتاعت الدراسات السودانيه اللي هي بتوفرها مجله الملخصات العلميه السودانيه دي، انا افتكر دي قاعده ممكن ينطلق منها تماما، لانه دي اتعملت بطريقه علميه وطريقه ومنهجيه. كل ما يعني كتب عن السودان او كتبوه الباحثين السودانيين دي يتلخص ممكن في كل مجله بيطلع حوالي 50 ارتكل، يعني الملخص بتاعه يعني الابستراكت بلس الكيوردز والحاجات زي دي موجوده في شكل يعني هارد كوبي. دي المشكله هنا، الهارد كوبي ده الناس كانت دايره ترفعه الكترونيا لكن ما وجدوا الصيغه المناسبه على اساس انه يطلع. زي ما ذكر اخونا نصر الدين قال يمكن في حوالي كم 34 تقريبا ولا
ارتكل بالانجليزي ولا هو مجله بالانجليزي بالاضافه ل 20 كم 50 مش كده انا سردي؟ ايوه فدي المحبوسات حسه في الحاسب يا نعم بشوف زي دي اللي هي 50 في 50 دي كم دي كم بحث اتعمل لكن مشكلته ما ترفع فوق في السايبر على اساس انه يكون متاح بس دي موجوده لأنه. حاليا ممكن تترفع يس. كده يس ايوه الحاجه المطلوبه أيوة. شنو بالضبط ورونا انها تترفع اس الليله دي انا معايا هنا ده بالمناسبه انت عيد لكم نفرين خطيرين نعم. جدا جدا موجودين هنا في البتاع أيوة. واحد منهم يعني شغفه بالمكتبات وتحت الكتب وكده باشمهندس عبد الله احمد والثاني استاذ جامعي وزميلنا وزول يعني عابر جدا في موضوع الشبكات الحديثه يقول على السوفت وير انا افتكر دي اوبورتيونيتي حقه يعني ننتهزها انه كيف نرفع الليله نهايه اليوم نهايه الخميس ده يكون في 2500 بحث سوداني ما كانوا موجودين قبل كده في الانترنت خالص خالص موجودين. ايوه نصر الدين انا افتكر ده يعني opportunity حق الناس يعني تنتهزها انه كيف الحياة تترفع وتكون محمية ما احنا مشكلتنا برضو حكاية الهاكينج انا احنا اكبر حرامية برو عزة لو سمحت لي يعني اسا اي سوداني بتمسكه بالذات الباحثين والشباب الواحد تمسكه يعني معظم البوستات اللي بقينا نرفضها في الباحثين السودانيين ياتا بتاعت مكتبه فيها 10 مليون كتاب ومكتبه ما عارف انه تفتح الكتب بتاعتها كل لا ما فيش البيقرا اصلا يعني يعني مش المشكله في انه ما لاقي الكتب لكن الحاجات اليونيك اللي هي 2500 بحث ديل الما موجودين اونلاين ديل انا هذا اندرجراوند جينيوينلي يعني من جوه قلبنا ده اندرجراوند بس نخليهم اكسسبل لانه الناس ما انت لكن ما انت ما حتقراهم كلهم احنا بنعملها ملخصات كنا يعني ابستراكت هي ما كويسه على الاقل انا اعرف الدرب اعرف منو عمل شنو وبعد كده اتواصل معه عبر الايميل نعم يتواصل مع الشخص ده وتجي تلقى البحث ان هارد كوبي موجود في مكتب في السودان ده بيزودني لسؤال مهم نعم اللي هو ما هي سياسات النشر عندكم في المركز بتاع التوثيق والحمايه يعني في نوعين من الرخص الكوبي رايت All right reserves وكرياتيف كومونز some rights reserved يا تو رخصة انتو مستخدمينها من ناحية بتاعت legal ومستندين على قانون ولا عادة هناك يا ريت اعرف عن الموضوع ده نصر الدين بقى يديك ال في نقاط يمكن حسا ذكرتوها في حتة انه الحياة دي ما متاحة وتاني احنا بدينا حسا دكتور انور متأخرين اول شيء اشكر استاذنا ودكتورنا الجميل بروح عزت وربنا يرد غربته طبعا في امريكا ما حبس نعم. الناس اللي اتحضروا هناك وهو طبعا من اوائل المدراء المزنة عندهم دكتور عزت نعم. ربنا يديه العافية الناس المستودع الرقم حاسة شغالين يمكن انا حاسة في الوحدة عندي زي 4 أو 5 افراد لان لو حسن يمكن انا سخرت جميع افراد انه يشتغلوا في شغل الاسكان وغيره يرفعوا المستودع الرقم وبعدين نرفعش من الانترنت حاسة شغالين لوكال محلي شغالين في الفترة الفاتة دي انه الانتاج طيب انا اسهل عليك الموضوع بالنسبة للاسكانر تحديدا عندنا باحث قبل كده عمل بحث في 3D printing وفي المانيا هو دكتور عامر دين ومن الحاجات اللي عملوها كان اسكانر بيشتغل يعني منخفض التكلفة وبيشتغل كمية بتاعت كتب في فترة قصيرة جدا جدا بمواد محلية و هو معانا مشرف في الباحثين السودانيين دكتور عامر ده واحده من المشاريع اللي هيعملها قريب في المستقبل اللي هو اسكانر عالي الجوده سريع منخفض التكلفه للجامعات السودانيه وكده ممكن برضو يكون عندكم نسخه في النهايه يعني موضوع الاسكانينج ده بتاع انه الزول يجي ويسوي وكده ده موضوع ان شاء الله مجدي انا بيهمني جدا الحاجه الموجوده هسه حاليا مش الحاجه اللي هتفضل بعدين الموجوده هسه 50 في 50 ديل بحث العناوين بتاعتهم هل هتنزل الليله هتنزل. مثلا طيب شنو شنو المانع من انه تنزل الليله وشغالين فيها الان شغالين فيها احس ان احنا زي ما ذكر لك دكتور عزت عندنا مكتبه السودان دي حياتها القديمه من معلومات ممكن ما موجوده في الحتات الاخرى معلومات قيمه جدا على السودان اصلا بيستحيل تكون موجوده في حته ثانيه غيرك وانا متاكد من الكلام ده ايوه لكن كيف خلاها موجوده للناس يلا احنا دارين نحفظها هو التوثيق ده ما هو الحفظ الوثيقه من الضياع هسه كلها احنا بنحملها الكترونيا داخل المستودع
عشان تكون بعدها متاح سواء الانترنت. عارف يا دكتور نصر الدين في حاجه اسمها الانترنت اركايف. الانترنت اركايف ده انا عندي موقع عملته سنه 2000 unworking.com. الموقع ده انتهى سما ما بتاعي، ممكن اي زول يمشي يسجل ويخد في الحاجه الدائره خدتها ولا كده، لكن تاريخ الموقع ده اي حاجه من اول يوم عملتها فيه، اول نقطه خطيتها فيه موجوده في الانترنت اركايف. ودي خدمه بتقدمها ان جي او، يعني حاجه غير ربحيه ولا كده، فموجوده. يعني كونك انك انت تحفظ ترفع الحاجه في الانترنت انت اوتوماتيكلي حفظتها وسختها، اصلا ما في كلام، لانه في ناس كتار جدا اصحاب مصلحه، في ناس يعملوا مثلا ريسيرش في التكست مايننج، التنقيب في النصوص الرقميه، في ناس بيعملوا ريسيرش مثلا في السنتمنت اناليسيس، شوفوا تويتر الكلام الناس كتبوا الليله، يا رب المزاج العام شنو في الحته دي، هل حيحصل انقلاب عسكري في السودان بالنصوص بس بالكلمات المفتاحيه. يعني في ريسيرش كثير بهم انه البيانات تكون موجوده، وكسايد كده زي ما يقولوا ان انتندد كونسيكونس، حاجه كده ما مقصوده بيقوم بيوسعوا لك حاجتك دي، انت ترفعها بالانترنت تتوسع. لكن المشكله في انه هل حترفعها ولا ما حترفعها، ده السؤال المهم اللي نعرفه. لانه احنا لو مشينا من هنا الليله من اللقاء ده وجينا بعد ده قلنا يا اخي والله يا اخي والله اليوم ده كان نقول لدكتور نصر الدين ده يا اخي احنا متطوعين بانه نرفعها، وكان قال لنا اوكي وكان رفعناها، بدل ما نقول يا اخي والله يا اخي بكل اسف يعني امور راح تفضل كده ليوم القيامه لانه احنا ناس ما جادين بلا، فهمتني؟ شنو المطلوب لانه نعمل الكلام ده؟ وسؤالي الثاني بتاع القانون. ايوه بالنسبه قلت لك ما هو الناس شغالين يعني القدره اللي عندهم شغالين في انه يرفعوا حياه المتاحه لهم، وقبضوا بالدراسات العليا الخاصه بباحثين المركز، هسه بدينا بهذي كانه يرفعوا الشغل ده في المستودع الرقمي. بالنسبه لاذاعه النشر وغيره طبعا دي بشيء مكتوب بيجينا من الباحثين دي ما حقنا، عشان كده احنا بدينا في المستودع بتاعنا بالباحثين دي ما عندنا، عشان بعدين في حقوق الملكيه الفكريه قلت لك انا حاسه بشيل 25% فقط من الوثيقه، مثلا الرساله الدكتور عزت بنزل منها 25% ما لم دكتور عزت يديني كتابيا انه شنو نزل لي البحث بتاعه كامل. دكتور عزت ذاته براو بير رقبته ما بيمشي بيرفعها في ريسيرش جيت وفي اكاديميا وفي ما هو بيكون مثلا داري ينشرها في كتاب، داري يعمل كتاب، داري يوديها مؤتمر، ما ممكن احنا نشغل الحاجه دي. يعني الكلام ده ممكن يكون مثلا وقت التخرج ولا في اثناء ما هو شغال في البحث، لكن اي بحث بعد سنه بالضبط بيكون تاريخ هيستوري اوف ساينس، يعني بتاعنا ما عنده اي قيمه، يعني لانه الناس هسه الانترنت كله العالم كله مفتوح في بعضه، فالحاجه اللي بتنشر هسه وقت ما نشرتها خلاص بعدها بقى التاريخ، مش كده؟ فليه الحاجه بتاخذ زمن طويل؟ هل كسل من باحثينا؟ هل عدم وجود سياسه واضحه؟ ما في انستركشن؟ شنو المشكله هنا؟ والله هو عدم السياسات برضه الواضحه في برضه مشكله والله يا دكتور اروح. يعني انا حاسه قلت لك زي ما ناسنا في قسم التزويد للحياه الاشياء اجتهاد فردي. يعني او تعاوننا زي ما ذكرت قبل مع دار الوسائق في حاجات كثير ممكن نشيل منه الوسائق اللي دايرينها في مكتبه السودان خاصه الوسائق. طيب في ناس خبراء بتوع المكتبات وعمداء بتوع الكليات وكده موجودين اعضاء في مجموعه الباحثين السودانيين بهمهم جدا انه يدعموا مركز التوثيق بحيث انه يعمل الحاجه اذا كان في مراجعه السياسات بتاعته ووضعها الاستراتيجيه الى اخره الى اخره. هل الناس اللي نقول لهم يا اخي امشوا لنصر الدين ده وظبطوا معاه الامور ولا عندكم حاجات داخليه تمنع الكلام؟ ها؟ لا طوالي جدا ونبرم معاه. ما بتديش المحافير ها؟ لا 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 تدس وتضغط انتهى يا دكتور انور البلد فاتحه كلام جميل جدا. هاي الكلام ده السؤال ده مهم ليه؟ لانه برضه يعني احنا شفنا قبل كده في ناس بيقول لك يا اخي انا والله ما قادر اعمل دي واسوي دي، طب انت ترسل له زول عشان يساعده يجيك يقول لك يا اخي لا والله كده دقائق انا بس عندي شغلات كده اتمها اول وبعد ذاك، هو يكون عارف انه المساله دي ما دايره هو اصلا بس في اللقاء الاعلامي ولا كده داير يحاول يزوغ من السؤال. طيب الحاجه الثانيه بالنسبه للقوانين، البحوث اللي بتعملوها في المركز القومي البحوث ده غير قروش احنا، معلش مع كل احترامنا ومحبتنا، يعني احنا مواطنين سودانيين قروشنا بندفع ضرائب وجمارك وانا مغترب بدفع ضريبه وطنيه وكده، في النهايه بتلف بتجي في الميزانيه العامه بتجي التعليم العالي ولا اي حته وبتجيكم راجعتكم بشكل مرتبات وتمويل والى اخره. انا دافع، انا عندي حق في المخرجات بتاعت البحوث بتاعتكم دي، انا دار شغل المخرجات دي وينها يا اخوان؟ فالقانون ده مهم الحته بتاعت انه تقول لي يا اخي حقوق الملكيه الفكريه، حقوق الملكيه ذاتي ما عندي حق معاك يا اخي في التمويل. ف
فهل القوانين بتاعتكم open لي access يعني حاجات المخرجات ولا لا؟ والله التورور والحسن يعني احنا ممكن حسن في العهد الجديد شكلنا لجان، في لجان اداره المركز كونت في منا اسم المركز، المركز هو تنقيح حتى القوانين بتاعتنا في مركز البحوث كلها بدينا نغير فيها، بدينا نعدل في حاجات كثيره كان بتكبل الباحثين وتكبل انه المخرج العلمي ذاته يطلع لبرا. حسه زي ما لاحظت قلت لك اول مره احنا نطلع للاعلام وللتلفزيون وفي الميديا وغيره، حاجات الحاجات المختلفه في الوسائط المختلفه، ويعني ساعين على الادارات الجديده اللي استحدثوها من شؤون علميه وغيره، كل الناس حيشتغلوا في شغل جماعي. ايوه معانا دكتور، انا مضوي هنا برضه من الشؤون العلميه، واحنا سيدي الدكتور احمد عبد العزيز، الدكتور احمد عبد العزيز اللي هو عمل ايفالويشن يعني دكتور انور للموقع بتاع المركز الاول للبحوث برضه كان جبناه. وين النتيجه وينه؟ ما هو شغالين فيه هسه، ما جبنا معانا حيدر ده جبناه عشان يشتغل لنا مشروع، ما عندي قلت لك غله كان زي كده. ما ذكرتك دكتور عزت. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور احمد، كيف احوالك؟ كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين. الله يسلمك يديك العافيه يا اخي منور. يا اخي في البدايه الله نشكرك يا انور ونشكر الباحثين السودانيين ومركز البحوث يعني على النقاش الجميل، وان شاء الله ربنا يجعل فيه الفائده للبلد باذن الله تعالى. امين. الله يبارك فيك. انا بس كان يعني عندي مداخله في كلامكم ده في مساله بطلع. الحقوق في النهايه يا ريت تعرف نفسك برضه عشان الناس تعرف انت. طيب انا الدكتور احمد عبد العزيز، استاذ مساعد في جامعه المستقبل، تخصصي كمبيوتر نتورك. نعم. احمد احمد تقدم نفسك كويس يا اخي. تكلم عن الشبكات المستقبليه وبتاع ما تفضل خلينا في موضوع موضوع المكتبات ده. نعم. طيب انا كان زرت المركز القومي للبحوث وعملنا تقييم للموقع، ويعني قدمنا بعض الاوتلاينز على اساس انه يتم تحديث الموقع. لكن في مسألة البحوث، البحوث في النهاية اتعملت يا إما في جامعات أو في مراكز بتاع البحوث أو في أكاديميات، وفي النهاية القانون بدي الجامعة حق إنها تنشر بحثك، لأن أنت في النهاية طالما درست في الجامعة دي، الجامعة كل الجامعات في العالم بتنشر البحوث حق الطلاب بتاعتها، فمسألة إنه البحث ده ما يتنشر بيبقى هو ما من حقك، لأنه الجامعة أنت عملت فيها البحث الجامعة بتنشر البحث، وكل معظم الجامعات في السودان زي جامعة النيلين جامعة الخرطوم عندهم ريبوزيتوري فيه البحوث بتاعتهم. بتبقى مساله انه المركز القومي للبحوث لو عايز البحوث دي كلها تكون اونلاين، هو المفروض يعمل بورتال. البورتال ده بيكون فاتح على كل الريبوزيتوري حقت الجامعات، يعني مثلا انه هو يجيب البحوث ويعمل لها اسكان، المساله دي مساله صعبه وتاخذ وقت، واوريدي الجامعات اصلا كثير من الجامعات عملتها. فالمطلوب الان هو يكون في بورتالز، وعن طريق الاي بي ايز تقدر بالكي وورد تقدر تجيب البحث، حتى انت ممكن في البحث تحدد هو من ياتو جامعه البحث ذاته انت عايزه وكده. فمساله انه المساله دي لو بقت ناس ركزت على انه مركز البحوث هو يكون بورتال لكل الجامعات السودانيه اللي ناشره بحوثها على الانترنت، بيكون اسهل للمركز القومي للبحوث بدل اعاده اختراع العجله. اي نعم. بدل ما الناس ثانيه تشيل البحوث مثلا ثانيه تدخلها وسمحوا لي ما سمحوا لي، انت بتكون مركز من الحته بتاعت انه الزول ده سامح لك تنشر بحث ولا ما تنشر بحث. في النهايه بحث ده عمله في جامعه الخرطوم، خلاص هتبقى في جامعه الخرطوم. حتى ممكن نمشي ابعد من كده، ممكن ان احنا نجيب بحوث السودانيين في الخارج، يعني على بحثي منشور في جامعه يو ام، ممكن والجامعه عندها اي بي اي تتيح لك انك تدخل تجيب البحث بتاعك، فانت ممكن بالدوله نجيب بحوث السودانيين ذاتها الموجوده في الخارج يستفيدوا منها الناس اللي في الداخل، بالفهم بتاع انه يكون هو عباره عن البورتر بيعمل يعني يجلب البحوث من مصادر مختلفه. دي الفكره هنا. بالنسبه للموقع صراحه الموقع محتاج شغل، والموقع كان معمول قبل سنين طويله، ويعني في تفاصيل كان فنيه نتناقشها مع نصر الدين، قلت له الموقع ده اقل شيء هو ما ريسبونسيف، يعني الناس بتخش الان المواقع دي في الجوالات، فاقل شيء الموقع المفروض يكون ريسبونسيف، يعني انا ممكن اقعد اكبر واصغر وكده. فالتكنولوجي ذاته بتاعت بتاع المعمول بها الموقع او التوصل المعمول الموقع محتاج انها يحصل لها ترقيه شويه، وتكون هي اقرب لتقنيات الموبايل اب لسهوله البحث، او لو انا خشيت ذاته في الديسكتوب بتاعي هي تكون الاكسس بتاعها سهل، البحث
يكون ساهل، البحث يكون بكل خيار، بحث متقدم، بحث عادي، على اساس انها تجلب ذاته او تجذب الشخص انه لما نجي يبحث يلقى المساله موجوده بسهوله ومصنفه بكاتيجرايز، يعني هو يقدر يصل للمعلومه اللي هو عايزها بسهوله يعني. دي بس يعني مداخلتي ان شاء الله، يعني نحن جاهزين في اي حاجه انت تطلبها مننا. لا يعني دقائق يعني ناس ما طلبوا منك انك تعمل الكلام السمح اللي قلته انت. لا دي فكره بس انا يعني اديت فكره انه المساله تكون كيف يعني بدل كده. نصر الدين بيجيك طرف الصوت راجع تاني. أيوة. الناس قالوا لك يا اخي انه والله المفروض يحصل كده ويحصل كده ويحصل كده وافكار والى اخره. وين الاكشن؟ نحن دارين الاكشن لانه اخواننا التوثيق والاعلام دي اهم حتات نحن مفتقدين لها، ودي المشكله الكبيره اللي واقعين فيها كلنا كسودانيين. ممكن تفضل مايك والله يا انور، انا داير اضيف حاجه برتاني المساله دي. يعني الفكره اللي انا طرحتها دي فكره ما سهله بالمناسبه. ايوه عبء كبير على المركز، يعني مساله انهم كانوا يعملوا اسكان وخطوا البعوث اسهل من مساله الربط. انا بتكلم عنها من ناحيه تكنيكال، هديك مع حاجه ميكانيكيه دكتور. ايوه يعني نتكلم على الحاجه العلميه البحثيه الفعل دي كونتريبيوشن المطلوبه يعني، وحاجه حاره. نعم نعم صحيح. قال لولا المشقه لساد الناس كلهم، كان كلنا كل واحد ربط عمه وعمل فيها عمده يعني. نعم. في شغل شاغ لازم يحصل يعني ولا شنو؟ صحيح صحيح. طيب يلا دكتور انور، انا شايف دكتور بروف رفاء عنده مداخلات بهناك بالمناسبه. يعني لما نقول انه السياسه بتاعت النشر شنو، كان بتكتب انه في المفروض يكون في سياسه وطنيه للرقمنه. هل الحاجه دي موجوده ولا برضه اقتراح فكره جميله يعني؟ يلا عندي في حته الدكتور احمد عبد العزيز، هو الحاجات دي كلها نحن حاسه حاليا قمنا بها. ما قلت لك انا هسه دوب قلنا بسم الله الكورونا خشت الحاجات دي كلها دكتور انور. رجلك باردة يا دكتورة ها؟ الحياة دي كلها اترفعت وعملت الدراسة وكلها عند الإدارة في مجال التنفيذ. يعني ده شور كلام مؤكد. تمام طيب مؤكد. يعني نتوقع أنه في خلال سنة كده يكون الأمور ظابطة إن شاء الله؟ لا 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 جدا، وتعاقدنا مع ناس هذا حيدار وشأكو ناس كفاءات يعني جبناهم للمركز كمتعاونين بيقوموا بالشغل ده شور يعني. الشغل ده بيقوموا بيهم متعاونين في تقديرك؟ لا متعاونين من برا من فيها كفاءات. ما قلتلك حاسس انا النسبه الكبيره اللي عندي لاحظت في بدايه كلامي ناس مكتبات ومعلومات، داير ناس تغنيه، داير ناس شبكات، ناس ذكاء، داير ناس كتار، داير يجيبوا لل داير لك ناس تو جرافيك ديزاين، داير المعلومات تاعت الترسيل بصوره فيها جرافيك وصوره انتر اكتف وصوره واجي القى الحاجات موجوده يا اخي. انتك لاحظت المسابقه في اوروبا اسمها دانس يور بي اتش دي. أيوة. يعني رسالة الدكتورة بتاعتي أنا ده كانت في الجيو لوكيشن والبرايفسي والداتا مايننج، مش أجي أقدمها للباحثين. يعني إحنا هسي بنسك الناس سك في الباحثين السودانيين، يقولوا أخوانا لما تتهم الدكتورة تعال قدم، قول الباحث بتاعي كان كده كده، آخر برزنتيشن استخدمته في التقديم بتاعك تعال قدمه لنا. دي بتكون توثيق لموضوع. ثاني حاجة أنت بتكتبها إنه والله يا أخي أنا اتكلمت عند الباحثين السودانيين، حطها في السي في بتاعتي إلى آخره إلى آخره. الناس زي الموضوع ده انتهوا مني زمان. هسي بيقول لك إنه رسالتك بتاعت الدكتورة يفترض من ناحيه هو الاعلام العلمي او الساينس كوميونيكيشن ولا الترويج للعلوم ولا الى اخره، يفترض ان اي زول يفهمها مش في شكل بتاع انك تتكلمها ولا ترسمها، انما ترقصها الرقص الواحد ده، الرقيص الواحد ده لو فيه رقيص رقبه ولا صقريه ولا عرضه ولا كده. فعندهم مسابقه اسمها دانس يور بي اتش دي، والناس دي بيصمموا رقصات. الرقصات دي يعني تستغرب انه دي الرقصه دي بتساوي البحث ده، يعني عشان تربط بينه ذاته التراسك ده لازم يشتغل يعني يسوي. وده التفكير العلمي يعني الابتكاري، انه يا اخي انا ممكن ارسل الشكل بتاع الهنادة في شكل مجله ورسوم ولا بتاع، والا حنبكون مستمرين طوال في انه هذا ما وجدنا عليه اباءنا وانا على اثارهم لمقتدون. لازم يكون في تفكير مختلف، احنا باحثين احنا علماء، الكلام ده لازم يكون بصوره مختلفه تماما. عمر عباس معلش من قبيله انت كنت رافع يدك، تفضل عمر. يا عمر طيب عمر شكله بعيد. محمد احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه، تفضل. الله يخليك. معك محمد عبد الرحيم من برمنغهام من بريطانيا. بس عندي مداخله بسيطه بالنسبه للتوثيق وبالنسبه للتوثيق والنشر وحمايته للطالب. في الحقيقة هنا احنا في بريطانيا بنستخدم في نظام الايميل الجامعي بالنسبة للطالب
هو اللي بيحمي حقوق الطالب. الطالب في الدراسات العليا او البكالوريوس اللي عنده فاينل بروجكت واللي عنده شيء بيرفع البحث بتاعه عن طريق المودل. المودل هو الكوميونيكيشن بتاع الطالب والجامعه او الكليه. فالطالب بيرفع الخطه البروبوزل او البحث بتاعه مباشره للتنسيق وشان الانفستيجيشن اذا كان في منسوخ او في غش او في اي شيء مع طالب مع بحث اخر. كويس؟ ده عندنا النظام هنا كده. هي بتنتج شنو؟ هي الميزانيه بتاعت الجامعه او المكتبه الجامعيه هي اللي بتحفظ فيها حقوق الطالب والبحوث بتاع طلاب الدراسات العليا. كويس؟ لما ترفع الطالب عندك الايميل الجامعي بتاع الطالب بتعرف مين هو الطالب اللي رفع البحث. كويس؟ ها؟ رفع البحث، كويس؟ الايميل الجامعي لما نيجي تحفظ بتنفتح هل البحث ده هل هو مشابه لبحث اخر ولا لا؟ حتى لو كان في باراجراف او يعني ان شاء الله سنتنس ان شاء الله من ست كلمات مشابهه اللي هو البلاجيريزم تشيكر. ايوه لا في نظام عندنا هو اسمه نظام البحوث تيرنتين اتيرنتين الله يرضى عليك. اوكي جامعات البريطانيه هنا بتستخدم مكتب اتيرنتين. كويس كويس. الجامعه بتكون مشتركه في ان السيستم ده او بتكون عندها سوفت وير ده بيشوف بينقح البحث انه ده حق الطالب هو جنوان هو يونيك وما في اي شيء ثاني. كويس ده هنا بتيجي تحميل تيجي للمكتبه الجامعيه هي لما يكون عندها سيرفر بتعرف انه ما تحتاج انك انت تمشي تفتش فوزه وتفتش حته ثانيه عشان تحفظ حق الطالب. كويس دي الحاجه هي اللي بتحمي الطالب. كويس ثانيا البحوث لما تتخزن او تتخزن بتكون المفروض اكسس لكل طلاب جامعات السودان في الجامعات السودانيه. لانك انت لما تشارك لما تخش البحث بتاعك بده يكون اكسسبل لكل الطلاب عشان تستفيد منه ما عشان تغش. ممكن تكتب طبعا على حسب الريفرنس اللي انت بتستخدمه في الجامعات كان هارفرد ولا كان النظام الامريكي ولا ده هو اللي بيحفظ حقوق الطلاب وفي نفس الوقت بيجنو بيناس الطلاب الثانيه بتستفيد منه بتستفيد من البحوث بتاعت الطلبه بتقرا. انا لو عايز اقرا بحث اقرا من وين؟ انا طالب دراسات عليا في السودان امشي اكتب النسخه الورقيه في المكتبه ما يمكن كده. لازم الطالب يكون عنده ايميل. الطالب عنده ايميل الجامعه عندها جود انترنت عشان الطالب يعمل اكسس للبحوث عشان يخش عشان يقرا ويستفيد وبتوسع العلم بتاع الطالب. لكن تعبانين هنا جدا يعني انا مشترك في الجروب في ناس بيقول لي انا حشيل طالب اقوم اغير فيه حاجات كده وخلاص وي وحبي حقي ده بيعلم الطلبه الكسل عندنا صحيح بيعلمهم الكسل. ما يجوز كده. لازم السيستم لازم كل جامعه تكون عندها ميزانيه عشان تكون عندها الكترونيك لايبرري. كويس تكون عندها جامعات كويس الطلاب يخزن فيها بيجيب البحوث العالميه. حتى احنا ممكن نشترك في البحوث العالميه زي سيج مالو ناس تستفيد من الحاجات دي يعني تستفيد من البحوث الخارجيه. لكن يعني ما اعرف لسه خلي اهم حاجه انه انا في نظري الايميل الجامعي هو اللي بيحفظ حقوق البحوث وفي نفس الوقت بينشر البحث. ثاني حاجه الجامعه المكتبه الالكترونيه للجامعه او للجامعات السودانيه يكون عندها سيرفر جود سيرفر عشان تخزن البحوث الجامعيه. يا ريت استاذ محمد احمد لو وريتنا بس الخلفيه لانه ما اعرف انك انت كنت من بين في بريطانيا لكن تخصصك شنو؟ انا في برمنغهام انا عامل دراسات عليا في كريمنولوجي اند كريمنال جاستس. ممتاز. بوليسي اند براكتس. ممكن تسجيلنا كل ناس ها؟ لا طيب لا احنا بنشتغل في علم الجريمه يعني في علم الجريمه والاسباب الجريمه يعني زي مشرفين الجريمه زي الناس شغل النائب العام في التشريع. اوكي ممتاز جدا ممتاز. طيب عليك الله خليك معنا. انه طالب اتمنى انه طالب يكون عنده ايميل جامعي ما يخش من الايميل عشان صحيح. ممكن يدخل في كل دار النشر مجرد ما تدخل الايميل الجامعي بتاعك وحتى الدوله او وزاره التعليم تحاول تشترك تخلي البورصه او المكتبات او الجامعات السودانيه انها تكون مشتركه لاكسس لدور النشر العالميه الثانيه فتكون افضل يعني. هذه المداخله. شكرا جزيلا. طيب دكتور نصر الدين بس اجابه بنعم او لا
هل عندكم مكتشف الاحتيال؟ يعني بلغاريزم شيكر هل موجود عندكم؟ ما موجود. اوكي شكرا جزيلا. طيب اخوانا الليله انا سعيد جدا جدا يعني غايه في السعاده انه معانا واحد من الكو فاوندرز بتوع الباحثين السودانيين، one of the finest researchers في السودان انا بعرفهم، حبيبنا الدكتور ابراهيم موسى واللي هو موجود في كوريا الجنوبيه، عملنا الدكتوراه في نفس اللابراتوري بس انا سيريور يعني. دكتور ابراهيم تفضل. السلام عليكم. شكرا دكتور انور لمساعي وكذا في المجموعه انه الفكره دي كذا، وبرضه الشكر موصول للجماعه في المركز القومي للبحوث والمعلومات والاعلام الاكاديمي. انا زي ما ذكر الدكتور انور ابراهيم موسى، خريج حاسوب، ناخذ دكتوراه في علوم الحاسوب، و حاجات كده معقده كده برضو وفيها جزء من الديتا ساينس دي. الليله بالذات يعني انا صراحه ما كنت متابع، ما كنت شغال بينا مش متابع. المهم الليله الموضوع اوف يور انترست وهناي خشوا الموضوع بالضبط، لكن صادف انه ما شاء الله يعني كلام دكتور نصر الدين موضوع جميل جدا، وقبله معه برضو مداخله البروف واخونا من دكتور من بريطانيا تقريبا. فانا في حاجه واحده بس كده تقريبا لو بقوله بلغه العامه كده ماكله فيني جنب، يعني انه لما يكون في مركز لبحوث قومي اول حاجه بتبادر لذهن الزول قبل شويه، ما انك انت يعني في السلايد بتاعك قبل الاخير كنت او في جزء من البرزنتيشنز حقتك يعني قبل السلايد تجيبوها لنا ثاني يا دكتور نصر الدين، كان في لانها ملهمه بالمناسبه للسلخ بالضبط. كان لا اول حاجه تجيب لنا ذاكره الشجره شفتها. انه لا مادي، انا كنت بتكلم في فيها الداتابيزز الموجوده زي ال ايوه الثانيه بتاعت ال الفئه الداتابيزز الفئه اكسس لهم هم. نعم لا الداتابيز الموفر اللي عندهم اكسس لها الوري والهناري و ايوه نعم نعم بالضبط نعم شيء ايوه يا هذه ذاتها يا هذه ذاتها مش كده؟ لا تقريبا ايوه دي بالضبط ايوه ايوه ها الكاب دي نعم. فالنقطه دي مهمه هاي، لكن انا لما اسمع كلمه مركز قومي للبحوث وكذا اهم حاجه انه دلوقتي الباحثين دول الموجودين في السودان او سواء كانوا افيليتد بالمراكز دي او موجودين في الجامعات، اهم حاجه عندهم انه المعلومات تصلهم. يعني مثلا انا حاليا هنا ما شايف اهم مصدر للابحاث عالميا اللي هو الويب اوف ساينس، يعني اهم شيء ده اللي خلاني اعمل انستول لزوم عشان اسالك السؤال ده، يعني هل انتم بتوفروا اكسس للويب اوف ساينس في السودان للباحثين الموجودين في السودان؟ الزول ده يبدا اي بحث، لانه لو عايز تبدا اي بحث في اي مجال انت لازم تعرف الدنيا دي كلها واقفه وين. صح احنا عايزين نعمل في السودان، لكن المفروض نعرف ال ستيت اوف نوليدج حاليا موجود وين، واكبر بحث اكبر داتابيز موجوده هي الويب اوف ساينس او السكوبس والجماعه دي. فما شايفهم عندك هنا، هل يعني عايز اجابه صراحه بالتحديد للنقطه دي، هل عندكم انتم ممبرشيب فيها وبتوفروها للجامعات ولا او للباحثين عموما ولا ما في؟ لانه دي بالنسبه لي يس نو يا نصر الدين، if that is there is a research otherwise I don't see research sorry. طيب ممكن دل على القواعد يا دكتور ابراهيم، دي القواعد المتوفره عندنا حاليا. نعم. قواعد عالميه للباحثين اللي عندنا في تخصصاتنا المختلفه اللي هي مثلا في الكاب زي ما ذكرت لك والهناري وري باشتراك من الامم المتحده. ما عندنا الاردي الاوري للبيئه والكاب للزراعه والانتاج الحيواني والمجالات الثانيه والهناري لمجالات الطب. دي الداتا بيز الحاليه موجوده بجانب دي نحسب الناشونال داتا بيز، يعني لما يطلب مننا الباحث ان احنا يعني احنا ما وصلنا المرحله بتاعت انه خلاص عالميه، انه احنا دوب لسه بنتلمس في الطريق رغم وجود المركز، لكن ماشيين خطوات يعني خطوات ماشيه عشان نصل يعني حاسه احنا وفرنا القواعد دي كان قبل سنتين مقفوله عندنا.
في ناس ما بينه مثلا هلا ناس ريسيرش فور لايف ديت بيقفل بيقفلوا مجرد منك فتحت اللي يقول الاي بي ادريس بتاع بيقفلوه. يعني كان عندنا مشاكل زي دي لكن الحمد لله تاني اتفتحت القواعد دي بنوفرها للباحثين في المعاهد المختلفه. اليوزر نيم والباسورد بيكون متوفر عند مدراء المعاهد. الخدمه الثانيه الخدمه الاضافيه اللي هي بتاعت البيونه من برا، طلبه الجامعات، ناس زراعه الخرطوم، ناس انتاج حيواني غير بيطلبوا بحسب القاعده الموجوده هنا عندي في قسم المكتبه الالكترونيه بيفتحوا لهم القاعده وبيبحثوا على القدره اللي عندهم طلع على الاستراق. لكن دي فيها طبعا الفول تكس دي مميزه، القواعد انها فيها الفول تكس. نحن ما حسيت اننا عندنا احتياج لسه لمعلومات، يعني نحن قاعد نوفر بقدر الامكان المعلومه ان الطالب زي ما ذكرت لك اول مستفيد اللي بيجينا للمركز بنديه المعلومه الكافيه في الوقت المناسب بيقدر يطلع انه شنو مبسوط. يعني الحمد لله ما طلع مننا زول قال لنا والله المعلومه دي مكتوره في التخصصات اللي عندنا الموجوده عندنا حاليا موجوده عندنا. بس هسه بنقصنا اللوكال داتا بيز اللي هي وقفت. نحن هسه بنطور في المكتبه بتاعتنا في الاداره الجديده، كوننا لجان لمكتبه المكتبه بتاعتنا دي اللي هي شغاله حيكون تحت المستودع الرقمي. اما يترفع المستودع الرقمي ان شاء الله المشاكل دي كلها حتتحل بتعاون دكتور انور وافكار. احنا ما حنجيب من دكتور انور زي ما بيقول لنا الليله بيهددنا بانه ده اللغاء الاخير، لا دكتور انور والله هو فتح لنا جبهه والله نحن نشكر عليه كثير الشكر بافكاره وغيره يعني الحاجات دي. وجانب الناس اللي كنت حسب مستضيفون ده احنا فاتحين مركز التوسيع والمعلومات لجميع الفئات والله وبنرحب بهم بنرحبون اي زول يدينا فكره يهدي لنا قاعده بيانات البيانات الكثيره بالبروجي. نحن والله بعض المرات للاسف الشديد بنمشي مؤتمرات برا بدون تجارب. انا بعض المرات بحتاج بقولون يا اخواننا افتحوا لنا وثاني بالمعارف للتجربه وافتحوا لنا للتجربه وبعدين نعجز ماليا اننا ما نشترك في القاعده وغيره. هذه كنا طبعا يعني اسمح لي يعني انا مع كامل الاحترام والتقدير يعني لكن دي دوله يا اخواننا دي ما 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 حله ولا بتاع يعني انا بعرف ابراهيم بعرف احمد الكلام ده مهم جدا جدا انه نعمل له ادرس هسه احنا كمجتمع علمي وبحثي كلنا مع بعض. السلام عليكم الحكومه. عليكم السلام ورحمه. يا دكتور معلش ما مقاطعه لكلامك لكن انا دار اربط بين كلام الدكتورين الدكتوره اللي في بريطانيا وفي كوريا إبراهيم موسى ومحمد أحمد. الاثنين ده بالمناسبة قالوا كلام واحد. المسألة الأونلاين أكسس للريبوزيتوري بتاع البحوث زي الويب أوف ساينس. الويب أوف ساينس هو أندر تومسون رويترز. الويب أوف ساينس أو الإسكوبس في النهاية. أيوة هي مجموعة من الببليشرز أو الإسكوبس. الحاجات دي يا اخوانا تجاريه بيور. الناس لازم تفهم الحاجه دي. الحاجه دي تجاريه صحيح يعني صحيح. ما تقول لي انا والله مشيت بفتح لك ناس الامم المتحده دي في مجال الهيومن ساينس العلوم بتاعت الهيومن ساينس. لكن العلوم الساينس البيور ساينس تجاريه عشان احنا نكون واضحين وصريحين. يعني ويب اوف ساينس انت تدفع بيفتحوا لك سكوبس انت تدفع بيفتحوا لك. عشان كده انا اصريت بما انه في جهه حكوميه هي المنوط بها توفر الحاجات دي والا الدنيا دي كلها. انا اوريك اليه الحاجات دي اللي مثلا لو دخلت مصر. انا متذكر من 2017 مصر القريبه جارتنا دي كان عندهم كونسورتيوم بتاع جامعات عاملين ممبرشيب للويب اوف ساينس دي وفاتحينها لناس. نحن until now I don't know إنه عندنا ولا ما عندنا. أنا كنت محاضر في جامعة السودان لغاية تقلدت يعني رئيس قسم وكده في كلية الحاسوب. أنا أوريك الواقع الآن للأكسس للحاجات دي. الواقع الآن في السودان ما في جهة أكاديمية ولا حتى وزارة التعليم العالي عندها أكسس للويب اوف ساينس ولا للسكوبس. أنا متأكد من الحاجة دي. دي من الأهمية بمكان. وأنا شخصيا عندي قناة في اليوتيوب عامل فيها أدوات إنه الناس بتقدر تشوفها. إنك أنت لو عايز تبدأ أي مشروع مثلا المركز القومي للبحوث لما نجي عايزين نبدأ أي مشروع سواء كان ممول ولا إيماني عشان تكتب أنت البروبوزل بتاع أي مشروع ناهيك نوع المشروع ده شنو. هل هو مشروع قومي ولا بحثي بتاع دكتوراه ولا ماجستير ولا وات إيفر. عايزين نحن نشوف
تو ماب كل الحاجات الموجوده دي. في تولز مثلا سايد سبيس ما اعرف شنو، المهم موجوده في قناتي، ما في 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 شروحات للحاجات دي. لكن بيجوني كثير من الشباب السودانيين اللي بيعملوا دراسات عليا داخل السودان ولا خارج السودان، لكن الازمه الكبيره انه هو كيف يقدر يصل للداتابيزز دي عشان يشيلها ويحللها ويشوف المعلومه عنده. يعني بصراحه بالرغم من كل الجهود المقدره جدا هو بيعمل دكتور نصر الدين وكذا، لكن معيب جدا انه 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 صياغه الخطاب تكون انه الطالب يمشي هناك عشان يسال، يعني زي ما قال دكتور انور وي ار ان 21 اسينشال. نعم انا بس دار اقول حاجه، انت لو ما في مشكله، انت لو سوداني، انت لو سوداني الان موجود خارج السودان وعايز تخش على الداتابيز دي ما حتقدر تخش. الداتابيز دي اشتراك، اللي هو بتكون الجهه العلميه اللي انت منضوي تحتها سواء كان جامعه او مركز بحوث، اذا هم مشتركين انت بتشترك. يعني انا اتذكر لما كنا في ماليزيا كان جامعتنا مشتركه في الويب اوف ساينس، في جامعه اسمها يو اس ام ما كان عندنا ويب اوف ساينس، فبالتالي مجموعه من الببلشر كانت محجوبه من الطلبه السودانيين، فبيجوا عندنا في الجامعه عشان يخش باليوزر نيم مكان، يقول لك والله انا عندي ورقه، او يرسل لك اسم الورقه يقول لك والله يطلع علي يا اخي مثلا من 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 ويب اوف ساينس الورقه دي موجوده في سكوبس ما موجوده. نعم. فبيبقى انت المساله دي اذا كان ما جهتك الاكاديميه عندها اشتراك انت ما بتقدر تصل لحاجه دي. ده نمره واحد. نمره اثنين، خلينا نكمل كلامي عشان مربوط مع بعض. نمره اثنين، الاشتراك ده يا اخواننا بيكون من خلال الاوفيشال ايميل حق الطالب المنضوي تحت المؤسسه المعنيه. يعني مثلا انا طالب في مثلا في جامعه الخرطوم، جامعة الخرطوم هي مشتركة، أنا المفروض كطالب يكون عندي إيميل آي دي، أوفيشال إيميل آي دي أندر اليونيفرسيتي، أدروايز ما بقدر أخش. وحتى المسألة دي فيها بعدين تفاصيل كثيرة، في بعض المجلات تقدر تعمل لها أكسس داخل الكامبس، وفي مجلات ما حتقدر تعمل لها أكسس إلا أنت تكون في الكامبس، في وحدات ممكن من البيت تقدر تخشها، فيها تفاصيل كثيرة. المجلات دي لازم أنت أول حاجة يكون عندك البنية التحتية الانفراستراكشرز تخليك تشترك. يعني الليله السودان لو واحد جاء قال لنا هاكون القروش جامد تشتركوا في ويب اوف ساينس، ما بنقدر نشترك لانه ما في انفراستراكشر اصلا. صح ولا ما صح؟ ما عندنا احنا موقع جاهز يستقبل الحاجات دي، ما عندنا ايميلز سيستم بتاع ايميلز وعارفين الطلبه السودانيين والبحوث. فهمت علي؟ فالمساله فيها بتدي اسمه شنو ده، اقول معي ترخيص لاي زول يعمل كليه، مش الناس كعبين. ما في ضبط في الوزارة. يعني الليلة إذا كان أنا ممكن أفلت بأنه ما أحافظ على الجودة وأتعامل مع الأساتذة بصورة سيئة وما أدفع لهم مرتبات كويسة، ونحن عندنا السلسلة بتاعت قضايا الأستاذ الجامعي دي بدأت الأسبوع الفات بالمبتعثين ومستمرة الحلقة الجاية عن الأساتذة في التعليم الخاص والأهلي وإلى آخره، في كمية بتاعت مشاكل. فالضبط ده كله يعني زي أقول المشكلة الكبيرة من الوزارة. انت اللي بتعمل كوالتي كنترول، اي جامعه يعني يجيوك اللجنه توريهم اربع خمسه رفوف بتاعت كتب كده، دي المكتبه خلاص شفنا المكتبه تشيك، تمشي تشوف لك ما عارف ان دي الكافتيريا تشيك. فدي المشكله. عشان كده لو انا لو جبت قروشك يا دكتور احمد وقلت يا اخي اسمع ودي قروشه يا جامعات السودانيه امشي اشتركوا في ويب اوف ساينس ولا غيره، ما هنقدر ليه؟ لانه ما في قالب. القالب ده يفترض انه كان يكون كوالتي كنترول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصلاً ولا شنو؟ يلا 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 دلوقتي كلام يا دكتور أنور، كلام دكتور أحمد، كلام البروف، كلام دكتور نصر الدين، كله نفس الغناية بس بكلمات مختلفة. الكلام ده ولا بد يبدأ من هنا، يعني لا بد يبدأ من الكلام، بس المفروض في مخرج كبير هنا تبقى إنه القصة دي يعني تنظم بحيث إنه يكون المعلومات دي اكسسبل. وزي ما قال دكتور احمد دلوقت لازم الجامعات في ذاتها تكون مؤهله للكلام ده، يعني انك انت حتى لما تعمل الممبرشيب دي تايز اوثنتيكيشن، كيف تعرف انه الممبرشيب دي ماشي للتارجتد اودينس؟ بالضبط. عشان كده انا كبير وقلت احنا في السودان حراميه، ما قصدي انه والله احنا كعبين، لكن بقت الحلول الفرديه، كل واحد فينا بيجي بيحاول، واحد يكتب في الباحثين السودانيين، واحد يمشي يفتش اليوتيوب. والمشكله الامبليكيشنز الاخطر الناس اللي ما شايفينها انه الناس بيستخدم في بي ان، والناس بتخش لها مواقع بتاعت هاكرز وبتنزل لها ملفات مفخخه جدا جدا، والكلام ده من منو؟ الناس بتلقاهم في الدوله او ابناء مزولين في الدوله ولا كده. يعني احنا بيكون الفورنابيليتيز بتاعتنا، الثغرات بتاعتنا اللي بنخدها عشان الواحد له بحث ولا رساله ولا بتاع كدوله، حاجه خطيره جدا جدا جدا، ودي كلها لعدم وجود الضبط من البداية.
المنبع بتاع العمليه دي جاي من وين، والمصب بتاعه في النهايه انه يطلع عليه في مركز توثيق المعلومات شكل قاعده بيانات ولا كده، ما عندهم اي علاقه ببعض. في زول بيرخص يعني زي زول البلدي وزول تاني بيربي، وبعدين بالمناسبه عندنا السلسله بتاعت التربيه برضو ممكن تيجي تنضموا لنا بعدين ان شاء الله. طيب ابراهيم بس يا انور انا عايز اختم كلامي بحاجه واحده، انه مساله الاشتراك في البريرس العالميه دي ما تحملوها لمركز البحوث، مركز البحوث ما عنده طاقه عليها، مركز لا ماليه يكون لا طاقه ماليه ولا المساله التكنيكال اللي انا قلتها اللي بتتعلق بانه كل جامعه تكون ريدي للممبرشيب زي ما قال. طيب لو كان مركز البحوث اللي هو جهه من الدوله كبيره رسميه ما عندها المقدره، تفتكر جامعه السودان ولا جامعه الخرطوم هتكون عندها المقدره؟ امبوسيبل والله يا اخي. طبعا هي بعدين تعتمد على ميزانيه الجامعه ومقدرتها، انا ما اعرف كل جامعه مقدرتها شنو. انا ما في جامعه عندها مقدره يا دكتور، اساتذه مدرسين يا اخي، اساتذه مدرسين لسه مقطوعين والجامعه قاعده تتفرج يعني، دي حاجه ذات غريبه خلاص يعني. انا قلت الكلام ده لسبب، لانه هنا في كوريا الكبيره دي ذاتها في كونسورتيومز بتعمل الحاجه دي، في يوروب بتلقى في الدول مجموعات هي اللي بتعمل الحاجه دي. مفروض وحاسس زي ما ذكرت لكم قبل في مصر كانوا مجموعه جامعات مع بعض كده، اي لكن ده افتراض، ده افتراض يا ابراهيم، افتراض انه الناس كلها عندها مصلحه واحده ومتوافقه عليها وشغاله زي ما يقولوا في يعني على الاقل بعقلانيه، ما ده نقول بهارموني ومحبه وكده يا اخي، بس بعقلانيه انه كلنا مصلحتنا واحده، انا داير ادفع هدفع قروش اقل، لو تعاونت مع ابراهيم هدفع انا 50% و 50%، لو تعاونت مع نصر الدين واحمد هدفع 25%. الناس بعين الامور كده، مش انه كل زول بيجي يقول لك والله في عهد المدير منه وعهد الوزير منه حصل وحصل، كانما كل واحد يعني نبتي كده براو ما هو جزء من الدوله يعني. اللي هو السياسه العامه بتاعت الكولابريشن في 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 الموضوع، وشعورنا كلنا كمواطنين وباحثين في المصير المشترك دي، حتى يعني lack of leadership واضح جدا في across the governance في السودان من الاستغلال لحد الليل، والحاجه دي لازم تقيف لانه ده هدري تقيل جدا للموارد، ده كلام فارغ ده لازم يجيب يعني. فمعليش احنا اخواننا بيجي الموضوع شكله كانه ديبيت مدور بين الثلاثه، بنقول في نفس الكلام بكلمات مختلفه. خليكم قاعدين دكتور احمد ودكتور ابراهيم. ابراهيم موسى السيمينار بتاعتنا فيري انترستنج بالمناسبه، تعال داخل. ها تمام ابراهيم. ابراهيم احمد تفضل. السلام عليكم دكتور انور. عليكم السلام ورحمه. السلام عليكم الدكاترة الأساتذة. أنا إبراهيم محمد، موظف لي 7 سنوات في ولاية الخرطوم. بس عندي بعض التعليق وبعض الأسئلة من ناحية زول يعني شنو زول شغال في مؤسسة حكومية يعني، وواجهتني مشكلة اللي كنت طرحتها لك قبل كده إنه يعني ما في استخدام أمثل لنظم المعلومات الإدارية في تطبيقها في المؤسسات، حتى البنية التحتية متوفرة يعني متوفرة في كل الوزارات نطاق ولاية الخرطوم يعني حفظ للداتا ما في. فأنا الموضوع ده كان قدمت لي ماجستير وبحثت عن الموضوع في كنت داير داتا سودانية بتتكلم، هي الداتا العالمية متوفرة بكثرة يعني بتتكلم عن الـ ERP وسلسلة الإمداد، فأنا بس كنت داير أعرف هل في ناس سبقوني في الموضوع ده في على نطاق السودان كدراسة حالة يعني في مؤسسات حكومية خاصة بنوك في السودان. فالمستودعات زي ما ذكرت في التعليق في الفيسبوك كلها مغلقة يعني، البحوث مغلقة يعني زي تقول في أنانية كذا ما عارف. حتى إني كنت بخاطب الإيميلات بتاعت المسؤولين بتاع المستودعات إني داير البحوث معينة كذا، فما بكون في رد خاصة المستودعات. الظاهرة دي طبعا عندها اسم علمي بالمناسبة اسمها database hugging، حضن قواعد البيانات، كل زول بيحضن قاعدة البيانات وكذا أساس إنه ما يدعي لزول تاني. أوكي واصل. فعلا نعم، فخاطبتهم يعني على مستوى شخصي حتى عنده إيميل خاطيه، فما كان في رد للحاجة دي. فهي المعلومة عموما متوفرة في زي ما قلت في الريسيرش جيت، في أكاديميا، في جامعات يعني حتى في الخليج زي ما ذكرتها، ممكن يكون عندك إيميل جامعي، والجامعات كلها بتكون مرتبطة بموقع واحد يعني. ممكن أنت مثلاً لو أنت في جامعة الإسلامية مثلاً قريت في الإسلامية وخريج وعندي إيميل بتاع إني مخريج وشغال ليس 7 سنين 8 سنين، ممكن أخش للإسلامية
ممكن اخش للنيلين، ممكن اخش من السوداء على الخرطوم، اتحصل على الداتا دي. بعدين احنا دوله ناميه، يعني المفروض الداتا دي تكون متاحه، يعني داسينا لي يعني دي صدقه ينتفع بها، يعني المفروض يعني انا اتعلم، المفروض يعني حاجه دي تكون متعلمه، يعني ما يكون فيها حقوق. الحقوق ما ثلاثه الجامعه هي درستك، وزي ما ذكروا الاساتذه قبالي انه المفروض يعني تكون الحقوق عند الجامعه، والجامعه نشرتها، وانا بايميلي القديم انا كخريج او شغال عندي وصول لها، يعني انا في النهايه سوداني ده استفيد وده اتعلم واشوف الناس القبالي. التعلم بيجي بال يعني الناس القبالي عملوا شنو، انت بتضيف على حاجه بسيطه، العلم بيبقى كده، يعني التطور بيتم كده. بعدين انا اتكلم من منظور اني انا زول شغال، ما زول مهني، يعني ما سكيت الاوراق العلميه والحاجات دي قريب، يعني قبال شهر او شهرين، فده طبيعي. انا دي مشكله بحث او مشكله شغل، من ناحيه ما من ناحيه من ناحيه تطبيقيه، ادا كوين برنامج، يعني ده عامل برنامج ده. شوف المشكله دي بما انه هي البنيات التحتيه متوفره، يعني الانترنت متوفر في كل الوزارات، الاستخدام بيكون بس للكمبيوترات عباره عن طباعه او لعب او عن ترويصات، خاصه في اداره المشتريات، في اداره بتطبق النظام على بتطبق نظام المعلومات الاداريه في البرامج الحوسبه في نطاق ضيق وبسيط، يعني في الحسابات، في التحصيل، حتى فيها القروش بتمهل، يعني في اداره الموارد البشريه في مهمل. بعدين في السودان يا دكتور انور، في يعني مثل مركز المعلومات القومي عندك حاجه اسمها وزاره التنميه، هنبدا سلسله بتاعت لقاءات على حول الحكومه والخدمات الالكترونيه غالبا الاسبوع الجاي، يعني نازل خليك جاهز، بس انت زي بقول شنو جهز فرارك وعكازك وخليك قريب الاسبوع الجاي حنبدا رحله القصه دي. عارفين حنراجع حنفتش الناس كلها، لانه في احد بتاع ثوره وكل الحياه دي حنراجعها بصوره كامله. كلامك اللي قلته ده يا ابراهيم، دي معاناه بيعيشوها الباحثين السودانيين عشرات السنوات لورا، او على الاقل ممكن نؤرخ مما بدت الانترنت تكون جزء من واقعنا الجديد، يعني إذا كان في السودان ولا خارج. تمام. طيب. دكتور أنور إبراهيم أحمد. معي مش يلا إبراهيم أنت خلال العنوان البحث بتاعك أنت بتبحث عن بحوث سودانية أو أبحاث سودانية. طيب في جهات كثيرة، أنت بتاع تخصصك شنو؟ نظم معلومات إدارية ولا شنو؟ أنا درست إدارة أعمال، ما تخصصي ما. طيب إدارة أعمال. طيب أنا أديك حتة تمشي لها بكرة الجمعة السبت اللحد، أمشي الأبحاث الاقتصادية مشي ده. يا دكتور نصر الدين، يا دكتور دقائق. أنا خارج. دقائق على الله ما تمشي حتة. أنا إحنا الداهرين إنه الزول ده ما يمشي حتة. ده شيء ده. يلا ما يمشي في حتات وقاعد. الزول ده طوال يفتش بس من حتة في الكمبيوتر والقاعد ده. ودي الحاجة اللي حنز عليها إحنا بصورة جدية، إذا كان في المركز القومي للبحوث ولا في الوثائق القومية ولا أي حتة. يفترض الحياة دي تكون اكسسبل للناس، دي جزء من الواقع نعم. الجديد اللي عايشينه، ما المفروض انه موصف ليزور مكان. يلا ده دور الحكومة الالكترونية يا السلام عليك، لكن احنا عندنا ادوار برضو كافراد وكمؤسسات. ايوه انه كل زور الحاجة اللي عنده، ما هي الموضوع ده في النهاية كله بيصوف في حتة واحدة. صح. يعني احنا كافراد لازم الزور الحاجة اللي عنده يخدها بصورة. ودي قلنا احنا في الباحثين السودانيين احنا لازم نعمل شنو؟ يقول لك يا اخي تعال عندك بحث بتاع دكتوراه تعال قدمه، انا احنا خدت لك في اليوتيوب وبتاعك انت وبتاعنا. لكن احنا ساعدناك في انك تدخلته وحققنا هدف من اهدافنا اللي هو كلنا كمجتمع بتاع بحث علمي سوداني كلنا خاتين حاجاتنا على الانترنت وكده. تمام. فما عليك الله ما توصف له عشان شنو؟ ما عشان ما نحل المشاكل بصوره فرديه كده، بنكون بنكرس الامر الواقع السيء ده، كل واحد فينا يحل مشكلته براه. تمام ان شاء الله. محمد عليك الله خليك موجود لانه الموضوع بتاع يعني بعد ما ينتهي الويبينار. طيب عمر عباس تفضل. شكرا دكتور انور. السلام عليكم دكتور نصر الدين، كيف حالك؟ السلام دكتور عمر، الله يسلمك، كيف احوالك؟ يسلمك يا عمر. محاضره وعرض متميز، شكرا جزيلا. الحقيقه انا يمكن ارجع شويه لكلام دكتور ابراهيم من كوريا وكذا. هو الحل بالتاكيد، وانا بتكلم من وجهه نظر يعني لايبريريان وكذا، الحل بالتاكيد والمخرج هو الكونسيرتيومز، التحالفات. يعني لازم يتعامل تحالف على مستوى الجامعات او على ولكن لازم في جهه تقوده. يعني انا بذكر انه كان التعليم العالي هو كان قاد العمل ده، فما عارف ليه ما انتم الان تواصلوا في العمل ده على اساس انه
كل الجامعات تكون في يعني في accessibility للresources الموجودة سواء كان abstracts أو full text يعني دي مهمة وهي الحقيقة ما بتحتاج ل infrastructure ما بتحتاج لأنه الauthentication نفسه ممكن يتم بطرق مختلفة واحدة منها الإيميل لكن كيف إنه الناس تجلس مع بعض ويتكلم عن تجربة مصر وتجربة مصر هي مش على مستوى الجامعات بالمناسبة تجربة مصر الآن أصبحت قومية يعني من حق أي مواطن مصري إنه تو أكسس الداتابيز العالمية سبرينجر ولا بروكويست ولا إيبسكو ولا غيره يعني فنحن على الأقل إذا ما حنتكلم على المستوى القومي والمستوى العالمي خلينا نتكلم على مستوى الجامعات يعني المسألة محتاجة لليدرشيب ومحتاجة لشخص يقود العملية وهي يعني موجودة برضو في الأردن الأردن في مركز التميز في الأردن هو كل الجامعات عبارة عن تحالف بيوفر لكل الجامعات الاكسسبيليتي على حسب حجم الجامعة والإف تي إيز في كل جامعة وكذا فدي مهمة مهمة جدا في السعودية برضو عندهم كونسورتيوم موجود وده المخرج فما عارف يعني دكتور نصر الدين رايه في الموضوع ده شنو الجانب الثاني الان في مساله الاوبن اكسس جورنلز يعني انت ما كل الان في اتجاه قوي جدا جدا في حركات تجاه المصادر الاوبن اكسس المفتوحه المصدر او الدوريات مفتوحه المصدر فدي انت ليه ما تشتغل عليها يعني انت عندك ذكرتها في الورقه انه في عندك عدد كبير من اللايبرينز ومن مكتبات موجودين وكذا ليه ما يشتغل كله حد في البيئه حد في الاقتصاد واحد في الزراعه يجمع الاوبن اكسس دي ويتيحها دي ما بتكلفك اي حاجه يعني فدي النقطتين الحقيقه اللي حبيت يعني اشارك بهم واسمع يعني رايك فيهم يعني شكرا جزيلا طيب بالنسبه لوزاره التعليم العالي اظن التعليم العالي عامل شبكات الجامعات السودانيه اللي هي ما شغاله هسي ها اللي هي ما شغاله هسي ايوه فيها مشاكل فنيه بالشغل هنا يا دكتور روبر ممكن تلاقينا كثير من كنت في المجلس البريطاني الشغل هنا عندنا في مركز التوسع ما شغل متكامل يعني ناسنا هنا كافراد مثلا كوحده التزويد الوحده التزويد الوثيقه من التزويد نمشي مكتبه السودان ما عندنا شغل مفصول لناس بيئة وناس زراعة وغيره كلها بيفهرسوا الوثيقة وبيصنفوها وبيحطوا لها التصنيف بتاع الشغل بتاع المكتبات وغيره بيرفعوها عندنا في القاعدة المحلية اللي هي اللوكال داتابيز اللي هي حسا الآن شغالين لنا نحن في المستودع الرقم شغل متكامل يعني ما متخصص غير كده نحن بنعين بعض الناس الكليات العلمية عشان بيفيدونا الزراعة وناس علوم بيفيدونا في اللاتين نيم والاشياء اللي بتحتاج ناس المكتبات ما بيكونوا عارفينها ده بيكونوا عارفينها بيدربوا على شغل المكتبات والشغل عشان يمشي شنو؟ تجلس عندنا في مركز التوثيق والمعلومات. الشبكه دي واقفه الشبكه واقفه وحاسة اذا لاحظتوا في امبارح صدر قرار بتاع انه التعليم يكون عبر المنصات في الجامعات فجاوبوا بيه معظم الجامعات انه حقه كان تفتح مدرسه تفاجئت انه التعليم يكون لا حقه ما يتفاجئوا يعني لانه المفاجاه دي كانت حاجه يفترض انها قديمه احنا عملنا طبعا مبادره للتحول الالكتروني في المعاشير السودانيين وامبارح كان اليوم الختامي للمرحله الاولى اللي هي مرحله التدريب عندنا مرحله ثانيه بتاعت مراجعه المناهج لتلائم التعليم الالكتروني والى اخره لكن الشاهد الموضوع انه التعليم العالي لما طلع قرار قال يا اخوانا الناس ممكن تستأنف كنا نحن مش اتفاجئنا لا احنا عدينا وعملنا مبادره وتطوعيه ودربنا اكثر من 300 استاذ جامعي واستاذه يعني الناس ما حيكون متفاجئين بالعكس حيكونوا تشامبيونز في التغيير في جامعاتهم لانه يتحولت الى التعليم الالكتروني في مشكله كبيره جدا في التعليم العالي كلنا مقيدين حسب امكانيات الجامعات المختلفه يا دكتور انور ما في جامعات حسب ما الطالب موبايل ما عنده حساب في فيسبوك موجود في الباحثين السودانيين دي ممكن يستفيد من خدمات التعليم الالكتروني في اي حته في العالم ايوه اما هو الناس قاعده تتابع اللايفات يعني لايف منو لايف منو يعني الى اخره فما في حاجه بتخلي انه التعليم لكن هو لابد يعني يا دكتور انور لابد ان احنا نمشي في المجال ده والمجال ده لازم يمشي المنصات التعليميه عشان نخش في التطور ونمشي للعالميه يعني ما يقول طيب ناخذ مداخله من الدكتوره حنان اللي هو امين الشؤون العلميه المركز القومي للبحوث دكتوره حنان مضوي حبابك
أهلاً. منورة منورة. طبعاً أول حاجة أشكرك جداً على الدورات التحديث. تستغل العمل الثانية تبع المبادرة لكن وبالجد يعني وصلت للمرحلة ذات وقت المتقطعين لها. وما توفيقنا إلا بالله، ده واجبنا تجاه وطننا وتجاه مجتمعنا يا دكتورة، تفضل. هاي الصوت واقف من دكتورة حنان. أنا صراحة مبسوط جدا لاستحداث المنصب ده ذاته بتاع عميل الشؤون العلمية ده، لأنه بيساعد كثير جدا في الكوردينيشن بين مختلف البوديز بتاعة المركز القومي للبحوث. دكتور حنان واقف الصوت من عندك. في احمد ادريس ده اخواننا من جبال رافع يده لكن رافعها في الشات. احمد ادريس تفضل. اهلا، صباح الخير او مساء الخير او whatever فروق الوقت. انا احمد ادريس بتكلم معاكم من النرويج. PhD candidate في Norwegian University of Science and Technology. من جبال شايف الكلام عن الريسورسز وكده، انا لاحظت انه يعني انا مجالي بعيد. جيناك في جوجلك ولا شنو احمد؟ ها؟ جيناك في جوجلك قلت لك؟ لا ما جيتني في جوجل، انا لو جيتني في جوجل حتكون جيتني في التات كثير، حتكون جيتني في الديجيتاليزيشن وحتكون جيتني في الريسيرش اند ديفلوبمنت. لاحظت انه نحن السودانيين في مجالات كثيره جدا في السودان، في اوراق كثيره اتنشرت في مجالات قد نكون فايتين العالم فيها، بالتحديد في البيطره والطب والزراعه. انا مجالي في الكمبيوتر ساينس بعيد شويه من الحاجات دي، لكن اقدر اقول انه ما في البوليسي ما بتنجح ما لم تكون هي ذات دريفن بوزاره التعليم العالي. يعني الليله كمان شايف الشباب بيتكلموا عن اكسس كده، انا الليله بالاكسس بتاعي بتاع الجامعه هنا بخش على كل الجامعات في اوروبا وبطلع الدائره اطلعه. حتى اذا في السودان عملنا اوبن اكسس جورنلز ما حتمشي لقدام ما لم تكون هي سبورتد بواحده من الببلشرز الكبيره، سبرينجر ولا اي واحد من الشركات دي. الشركات دي هي ذاتها في روحها شغاله از لوبيز، يعني ما شغاله برا. الحاجة الثالثة، الكلام عن التعليم عن بعد وكده ما حينجح، لأنه في كم سنة الفاتت كان التعامل مع الديجيتال تكنولوجيز في السودان هذا شو بيزنس أكتر منها هي حاجة كور درايفر للتشينج الحاصل ده. فأتمنى إنه الحياة تمشي لقدام، دي كل المساهمة بتاعتي، لأنه ما في حاجة حقدر أضيف، الشباب ما قصروا يعني أدوا إضافات كويسة جدا، وشكرا لكم. وأتمنى ما أدري إحنا شغالين بنظام عندك خد ما عندك شيل، بس شيل ممكن تاخده أسي هنا ده على أساس إنه الحاجة يعني بتاعت الويبينار ده انت المركز القومي للبحوث مركز التوثيق والاعلام بيهمنا انه كل زول يخد له حاجه يعني. ايوه شنو الحاجه ممكن تاخدها؟ والله شوفوا ده التعامل شويه قدام ونحن معاكم خلاص كلام سواء كان في الفيت الجديده بتاعتنا والناس المركز القومي للبحوث بنحاول نرسل لكم تحالف كده بتاع ناس اكسبيرتس يعني هسه عندكم دخلنا لكم على الميس دكتور ابراهيم موسى وده زول خطير جدا لو مسكته بالزول ده بتعبره دكتور احمد عبد العزيز انتوا بتعرفوه اصلا لكن برضه بنجيبه لكم من جانب الباحثين السودانيين وفي عبد الله احمد عبد الله احمد ده عنده اكبر مكتبه رقميه اكبر مكتبه انا بكرر ممكن سوداني يتحصل عليها يعني ما في زول عنده اكثر من 2 مليون كتاب عبد الله ده قاعد شغال ديليجنتلي هو جزء من مبادره الباحثين السودانيين للتحول للتعليم الالكتروني بيسمع من جبال قاعد انا دعيته وتاخد الويبينار ده مهم جدا تيجي داخل دكتور حنان جات راجعه ثاني دكتور حنان يا ريت لو تفضلي معلش نت متضر شويه عندنا هنا الله يديكم العافيه ان شاء الله السودان يعني يا عم تعال قريب الكلام ده نعم تفضلي دكتور حنان اشكر طبعا السلسله عملت النهضه حقت الفوز وادت غرضها ما شاء الله عليها والحلقه كانت جميله جدا جدا يعني في مركز طلبة على المبادرة والمداخلات كانت جميلة جدا بفائدة يعني أنا أي نقطة أي زر الداخل أنا كنت بكتب عندي ورقة وأنا كنت بكتب النقاط اللي حصلت لأنها مفيدة بالنسبة لنا بس حتدخل معاكم موضوع إنه إحنا حسنا الإدارات الجديدة زي ما قال دكتور قسطنطين وده هدفنا إحنا عاوزين نعمل انترناشوناليزيشن للمركز القومي للبحوث فحس كإدارة بحوث علمية بنعمل حصر لكل المشاريع اللي قامت عشان نقدر بعدين كونتاكت مع التبصيق والتوثيق والمعلومات نقدر ندخلها في الموقع والموقع برضو عنده مشكلة وإحنا عاوزين نحلها برضو عشان بعدين يبقى عند أي زول يجي داخل يعرف إحنا بنعمل
وده الهدف زي ما انت قلتها صحيح صح لك الحقيقه انه احنا مركز عمر بقول الناس ما عارفه ان احنا انت كل مره زي ما قلت اي لقاء تتخنق تقول والله انت عندكم كده شغالين في مشروع فلاني عندكم تقانات مافيه موجوده ده المشكله يعني هي قاعده تحاول ما قاعده تصفط موجوده متيحه متاحه لكل الناس فحسي ان شاء الله وبمساعدتهم زي ما انت شايف الناس كلهم حسي ما شاء الله تاخذ من عندك عندك يعني في الحلقه الليله ومن غيرها قبليها يعني فان شاء الله حتلقوا وجه اخر للمركز القومي باذن الله. نعم تعرف دكتور حنان في احساس عام بالملكيه والاحقيه في نعم. في بناء السودان من كل الناس خصوصا بعد الثوره اللي مهروها الناس بدمهم يعني الشهداء اللي هم اكرم واشرف يعني الناس يعني ما في شيء اكثر من كده يعملوه يعني ما روحهم قدموها في تال الوطن فنحن ولا شيء يعني احنا بنحاول نعمل وراء التغيير ده ما يجنوا التغيير ده ذاتهم كلوا اذا نحن جزء من التغيير ما اقول لك الثوره بتاع التغيير نحن جايين للتغيير. نعم ممتاز يبقى أيوة. نحن اي زول هنا ده بالداخل ولا بيقول راي ولا كده ده الإحساس الداخلي بأنه والله يا أخي أنا مستعد أقدم روحي في ده على الوطن فوروني كيف أقدر أساعد الحتة دي مهمة جدا أنه لما الزول يجي دار يساعد يكون عارف الحاجة المطلوبة في المساعدة شنو ويقدمها كيف وحياخد معاك زمن قدر شنو ولا موارد قدر شنو الحاجة دي لازم تكون واضحة جدا جدا وأنا سعيد أنه أسأل دكتور حنان موجودة هنا ده دكتور حنان أخذ سكرين شوت من الوجوه القاعدة هنا الناس زي كلهم خبرة أنا في ناس بعرفهم أيوة صورة شخصية حتى في الحالات نعم نعم ودكتور نصر الدين برضو يعني تخليك متواصل مع الناس الناس كلها خبرات كبيرة جدا جدا ومستعدين يساهموا أيه. نحن لما نقول انه والله خلينا عندنا ويبينار مع مثلا مركز الهندسة ولا البيئة ولا كده بنرسل للناس اللي بنعرفهم الخبرة في مجالنا في المجالات نقول لهم تعالوا يا اخوان اسمعوا الناس عندهم شنو وكيف ممكن تساعدوهم وما في صور والكلام ده بالمناسبة ما قاعدين نعمله احنا اكسكلوسيف عشان ما ناخذ كريديت على حاجه برانا بروفيسور علام النور بيعملوا بروفيسور نمير البشير بيعملوا كميه بتاعت ناس ماشيين في مجال البحث العلمي و و و, و, و والنشر وكده فكل زول داري يساعد كل زول داري يساعد بس قول ورونا بس قانون هواكم يعني طيب عبد الله الجعلي موجود باشمهندس عبد الله باشمهندس عبد الله جعلي شكله بعيد لكن اسمه شنو ده عبد الله زي ما قلت لكم جزء من المبادره بتاع التحول للتعليم الالكتروني وهو ماسك الموضوع بتاع المكتبه الالكترونيه الجزء ده هو موفر 2 مليون تايتل 2 مليون تايتل والفكره انه تتخطى في موقع والموقع ده يكون اكسسبل للناس التانيين وبتاع يعني من جانب نحن من كوريك من اثر العقوبات الامريكيه على السودان من جانب ثاني بنحاول نعمل الحاجه بنقدر نعملها الكلام ده مهم جدا جدا انه الناس ما تقعد وتكون خانعه ومستسلمه وانه اي حاجه والله يخلي العقوبات عادات وتقاليد الى اخره لا نحن عندنا حاجات ممكن نعملها وقاعدين نعملها ان شاء الله طيب محمد احمد موجود لانه كان رافع يده لو ما في نشوف الاسئله بتاعت الفيسبوك ابراهيم موسى هتخد للناس ايش بالمناسبه بالنسبه لي هاي انا رسلت لك قلت لك يا اخي وري اللي اسمه شنو ده المحاضره بتاعتك الرائعه الممتازه انا حقوم اعمل لها شير هنا ده من غير اذنك على اساس انه الناس تعرف انه والله في حاجات اتعملت دي حاجات ممكن يستفيدوا منها شوفوا يا اخوان المحاضره دي اللي قدمها اللي هو الباحث اللي هو tips for research دي القناة بتاعت إبراهيم موسى في اليوتيوب المحاضرة دي من أفضل المحاضرات اللي بتوريك كيف تستخدم الحاجات الأدوات الموجودة في عشان تبدأ لك بحثي ولا كده يعني دي لو أي زول بدل ما يمشي لحتة ما ويطلب منها بحثي ولا كده دي محاضرة تانية فمهم جدا جدا إنه الناس يستفيد من الخبرات زي إبراهيم موسى تمام طيب شباب اعتقد انه كده اخذنا زمن يعني طويل بما يكفي موضوع التوثيق واضح انه يعني التوثيق والمعلومات والترويج لها وكده سؤال اخير جدا انا صدين عن موضوع مجله البحث الصغير
احنا في الباحثين السودانيين عندنا كورس عملناه بتاع برمجه للاطفال باستخدام سكراتش، مبادره متبنيه دكتور اميمه هاشم عبد المطلب والمدرب بتاع المتطوع ولدنا مرغني مهتم مرغني ولد بروفيسور مرغني، في يومين في الاسبوع بيدربوا الاطفال سكراتش كودينج. انا اعتقد انه حاجه زي دي في جزء ناقص اللي هو الجزء بتاع المجله بتاعت الاطفال دي، وين نادي العلم بتاعه اللي بيتلموا فيه؟ عندكم حاجه اسمها الباحث الصغير، وين الباحث الصغير؟ المجله دي وهي واقفه حاليا عارفين كيف ممكن نرجعها تدور وتكون الكترونيه، واحنا كيف ممكن نساعد؟ تفضل يا دكتور صديق. طيب مجله الباحث الصغير يعني حس العدد اصدر، العدد جاهز في عندنا وفي المراجعه الاخيره وفي مرحله التصميم، يعني ما وقفنا. المرحله الثانيه نقول لك الشغل ده وحس الاعداد القديمه محوله في المستودع الرقمي، شغالين فيها في مرحله الاسكان اللي هي زي ما ذكرت، بس احنا الاجهزه بتاعتنا ما متقدمه لكن شغالين فيها بالمجهود، احنا شغالين والمعلومه بتصل ان شاء الله. لكن البحث الصغير حصل بدينا فيها وفي عددين موجودين عندنا في التصميم وفي الثلاثه على الطباعه. ممتاز. بروفيسور زينب رسلت لي رساله بتعتذر، قالت يعني عندها حاجه منعتها انها تكون موجوده معنا في الويبينار لانه اول ويبينار في السلسله بتاعت دور المركز القومي للبحوث في نهضه السودان كان مع بروفيسور زينب، وكنا نتمنى انها تكون موجوده هنا لكن اعتذرت. اخر واحد كان مع موضوع مهم جدا جدا اللي هو التوثيق والاعلام العلمي من الاخرين. شكرا دكتور حنان على وجودك هنا، شكرا لكل الزملاء والزميلات والناس المتابعين في مكتب الباحثين السودانيين في الفيسبوك. احنا كده بنختتم السلسله بتاعتنا في دور المركز القومي للبحوث في نهضه السودان، لكن ما بنوقف التعاون والحس بتاع العمل الجماعي على اساس انه ننهض بالسودان، لان المركز القومي عنده دور وكل واحد فينا كمواطن سوداني غيور ووطني عنده دور ثاني. دار اشكر بصوره خاصه الباشمهندس حيدر ابراهيم اللي هو كان موجود خلف الكواليس ما ظهر كله في اللقاءات دي، الله يديه الصحه والعافيه. انا صراحه يعني ما كنت حاسب في انه اللقاءات دي تتم لو ما كان حيدر في الطرف الثاني بتاع الحاجات دي، واعتقد انه هو اسد كبير جدا شباب والناس في اسمه شنو في مقبل الايام. ان شاء الله يكون جزء من الاسيتس التكنيكالي ساوند كومبيتنت الممكن تساعد الناس في المستقبل. حيدر شكرا جزيلا لك. شكرا دكتور انور، الله يديكم العافيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.